والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا وسهلا بكم على قناة ACTC سلموني تلفزيون شانل، ومع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة، أبسايد جاب تو كراوس. مبدئيا كده، هذا النموذج نادر الحدوث على الشارت ولا يتكرر كثيرا. هذا هو الشكل العام لنموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة. هاتان الشمعتان اللي عليهما شكل بيضاوي هم سبب التسمية، كأنهما يمثلان غرابان، وهما شمعتان دبابيتان بيعيتان متتاليتان تأتيان وراء بعضهما مباشرة. وتوجد أيضا فجوة سعرية في هذه المنطقة اللي عليها كلمة جاب فوق الشمعة الخضراء التي قبل النموذج، واضح اتجاه صاعد. طيب، ما هي معايير تشكل هذا النموذج؟ رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد فقط حتى ولو كان قصير، حيث أن هذا النموذج لا يأتي نهائيا في المسار الهابط ولا يأتي في الاتجاه العرضي، وهذا ما يجعله نادر الحدوث. رقم 2، يتشكل النموذج من شمعتي بائعين متتاليتين يمثلان غرابان، يعني هاتان الشمعتان اللتان باللون الأحمر يعبران في التحليل النفسي الفني الياباني على أنهما نذير شؤم، لذلك يظهران على شكل غرابان كناية عن عدم التفاؤل وهبوط الأسعار لأسفل. رقم 3، أن تكون هناك فجوة سعرية قبل الشمعة الأولى، ومفيش مشكلة إذا تداخلت ظلال الشموع، لكن المهم إن الأجسام تكون بعيدة عن بعضها البعض، يعني الجاب موجود بين الشمعة الخضراء التي تظهر في نهاية الاتجاه الصاعد وبين الغرابان اللذان يشكلان فيما بعد هذا النموذج. رقم 4، يفضل أن تبتلع الشمعة الثانية الحمراء الشمعة الأولى الحمراء أيضا الخاصة بالغرابين، حيث أن الشمعة الثانية تفتح أعلى من الشمعة الأولى وتغلق أدناها، يعني كأنه نموذج ابتلاعي ولكن بلون البائعين. وكل الشمعة الثانية ما وفرت هذا الشرط كلما كان هذا النموذج مثاليا. رقم 5، تأكيد النموذج يكون بالشمعة التي تغلق الفجوة بعد النموذج، يعني شمعة التأكيد تكون رقم 4 بعد النموذج، هي التي من خلالها أستطيع أن أحكم على اكتمال النموذج، ومن بعدها أدخل صفقة شراء إذا أغلقت شمعة التأكيد تحت 50% من آخر شمعة صعودية. طيب، لو كان شمعتي الغربان تو كراوس بنفس الحجم مفيش مشكلة، يظل النموذج صحيح في قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، ولكن إذا ابتلعت الشمعة الثانية الشمعة الأولى بكاملها فده بيدي قوة أكبر للنموذج، وهو نموذج قوي جدا لكنه نادر الظهور على الشارت. عشان كده لو ظهر لك بتبقى دي فرصة كويسة جدا لدخول صفقة بيع قوية ربحانة بعد ظهور شمعة التأكيد وإغلاقها عند أكثر من منتصف شمعة المشترين. والآن نتحدث عن نموذج استمراري نادر الوجود أيضا على الشارت، مشابه للغربان فوق الفجوة الصاعدة، يسمى خشبة الملاكمة مات هولد. بس مبدئيا كده هذا النموذج يوافقه من حيث الشبه ولكن لا يوافقه من حيث التأثير. هذا النموذج اللي هو خشبة الملاكمة مات هولد
نموذج استمراري، بينما نموذج الغربان فوق الفجوة نموذج انعكاسي. طيب، ما هي كيفية تشكل هذا النموذج؟ هذا النموذج يتشكل كالآتي: رقم واحد، بتكون عندي حركة صاعدة، بعدها يحدث معي فجوة سعرية، ثم يتشكل معي نموذج الغرابان الخصان بالنموذج. ولكن السر في الشمعة الرابعة، هتلاقي إن مستويات الظلال إذا أغلقت فوق نموذج الغرابان فوق الفجوة، في هذه الحالة نلغي احتمالية الانعكاس، ويصبح عندي الاتجاه المحتمل هو الاستمرار في الاتجاه الذي كان يسير عليه سابقا. يعني باختصار، إذا كان عندي نموذج الغرابان فوق الفجوة، فأنا عندي احتمالين: الأول أن الشمعة الرابعة الموالية للنموذج تكون حمراء تغلق أسفل الشمعة الخضراء الأولى عند أكثر من 50% منها، وكلما تغلغلت في الإغلاق كل ما يكون أفضل، وفي هذه الحالة تكون هذه هي شمعة التأكيد بالنسبة لي على اكتمال النموذج، وبالتالي ممكن أدخل من بعدها صفقة مع البائعين. في هذه الحالة يكون النموذج انعكاسي. الاحتمال الثاني أن الشمعة الموالية للنموذج تكون خضراء وتغلق أعلى من مستوى ذيول نموذج الغربان فوق الفجوة. في هذه الحالة بتبقى دي شمعة التأكيد بالنسبة لي على أن السعر لن ينعكس وسيواصل الصعود في الاتجاه الذي كان يسير عليه في البداية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الغربان الثلاثة السود 3 Black Crowes. هو يعتبر نموذج نادر، لكن ليس بدرجة النموذج السابق اللي هو Upside Gap 2 Crowes. مبدئيا هذا هو الشكل العام لنموذج الغربان الثلاثة السود، يأتي بعد اتجاه صاعد ويتشكل من 3 شموع بيعية حمراء وراء بعض، ويكون دائما في الاتجاه الصاعد فقط. طيب، ما هي معايير تشكل نموذج الغربان الثلاثة؟ رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد فقط حتى ولو كان قصير، ولا يأتي أبدا في اتجاه عرضي. رقم 2، يتشكل النموذج من 3 شموع بيعية حمراء ممتلئة ومتتالية، اللي هم الغربان الثلاثة. اليابانيون يشبهونهم ب3 غربان سود كنذير شؤم لعكس اتجاه الأسعار في الأسواق من صعود إلى هبوط. رقم 3، يعتبر الشرط الأساسي من شروط تكون هذا النموذج، وهو أن تفتح كل شمعة داخل نطاق الشمعة التي قبلها. يعني أنا لو كان عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة حمراء بيعية، الشمعة الثانية التي تليها إذا فتحت داخل نطاقها سواء من هذا المستوى أو من منتصفها أيا كان مكان فتحها، المهم أن تفتح الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى ثم أغلقت أسفل منها. إذا أتت الشمعة الثالثة بنفس الأسلوب وفتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أسفل منها، يبقى أنا كده تشكل عندي نموذج الغربان الثلاثة 3 Black Crowes. رقم 4، كلما أغلقت الشمعة الموالية أبعد من إغلاق الشمعة التي قبلها، كلما كان النموذج أكثر مثالية. طيب، إمتى أفعل هذا النموذج؟ هذا النموذج يفعل مع افتتاح الشمعة الرابعة دون الحاجة إلى انتظار إغلاقها، لأن الشموع الحمراء تكون وراء بعض، وكأن كل شمعة تؤكد على الشمعة التي قبلها، وكأن كل شمعة بتقول اللي قبلها استمري، بائعين بيشجعوا بعض على الاستمرار. وعلى ذلك فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي بيكون هو نقطة دخولي بالبيع صفقة ناجحة ورابحة إن شاء الله، وخاصة إذا كان هذا النموذج يرتد من عند مستويات مقاومة. تخيل معي لو السعر صاعد
ووصل إلى مستويات مقاومة مهمة وشكل نموذج الغربان الثلاثة. في هذه الحالة لا تدخل من عند منطقة المقاومة، لأن هذا شيء خطأ جدا، لأن السعر ممكن يكسر منطقة المقاومة ويخترقها ويكمل صعود إلى أعلى. طيب لو كان قابلني منطقة المقاومة أعمل إيه؟ أنتظر تكون نموذج شموع يابانية انعكاسية، سواء غربان ثلاثة سود أو أي نموذج من النماذج الانعكاسية التي درسناها، هذا يكون أفضل في عملية البيع. ودلوقتي إذا تشكل معي هذا النموذج، فإن الشمعة الرابعة أدخل فيها مباشرة دون تردد واعتمدها نقطة الدخول بالبيع. يبقى في هذا النموذج شمعة التأكيد هي الشمعة الرابعة، وفي نفس الوقت شمعة الدخول بالبيع، لأن كل شمعة من الشموع الثلاثة السابقة في هذا النموذج أكدت قوة النموذج ودعمته في عكس الاتجاه. دلوقتي مع مثال عملي على نموذج الغربان الثلاثة 3 بلاك راوس، هذا الشرط مأخوذ على فريم الأربع ساعات للزوج باوند دولار. لاحظ معي عندي في نهاية اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة خضراء شرائية ثيرانية، جاء بعدها ثلاث شمعات حمراء ممتلئة متتالية. طيب تعالوا نحلل وضع الشموع. أولا الشمعة الأولى الحمراء مع الشمعة التي قبلها الخضراء عملت لي نموذج ابتلاعي، واضح كده مبدئيا الانعكاس الذي حدث من بعده. ثانيا بالإضافة إلى النموذج الابتلاعي، تشكل معي نموذج الغربان الثلاثة، الشمعة الأولى حمراء بيعية، واللي جت بعدها الشمعة الثانية أيضا حمراء بيعية، فتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها عند مستوى أعلى من إغلاق الشمعة الأولى وأغلقت أدنى منها. نفس الشيء حدث مع الشمعة الثالثة الحمراء الدبابية البيعية، فتحت في نطاق الشمعة الثانية وأغلقت أدنى منها. إذن هذه هي الشروط الأساسية لنموذج الغربان الثلاثة 3 بلاك كراوس، ولو تلاحظ أن الشموع ممتلئة بشكل واضح. طيب أثناء تحليل الشارات باستخدام نماذج الشموع اليابانية، لو ما كنتش خدت بالي من النموذج الابتلاعي، فأكيد هاخد بالي من نموذج الغربان الثلاثة الثلاث شمعات الحمراء اللي تكونت ورا بعض وينطبق عليها كل شروط النموذج، اللي بتديني إشارة قوية على الانعكاس المحتمل للسعر ونزوله إلى أدنى. ولو جيت أتداول وأدخل صفقة بيع بعد تكون هذا النموذج، لو عايز أتداول باستخدام نموذج بيرش انجولفينج باتن، فدخولي بالشراء هيكون بعد غلق الشمعة الثانية عند هذا المستوى ابتداء من الشمعة الثالثة. ولو حبيت أتداول وأدخل صفقة بيع بعد تكون نموذج الغربان الثلاثة، فدخولي هيكون بعد غلق الشمعة الثالثة من النموذج، أي عند الشمعة الرابعة من هذا المستوى. يعني بمعنى أصح، أنت ممكن تدخل صفقتين ورا بعض، كل صفقة مدتها أربع ساعات، وعندك احتمالية كبيرة لنجاح الصفقتين. ما تنساش إن إحنا شغالين على فريم الأربع ساعات، يعني كل شمعة تمثل لي مدة زمنية مقدارها أربع ساعات، وفي هذه الحالة عندك احتمالية كبيرة جدا لحدوث الهبوط ونجاح الصفقات، لأن عندك نموذجين انعكاسيين قويين، الأول بيرش انجولفينج والتاني بيرش 3 بلاك كراوس. طيب لو بصينا على نفس الشرط وحاولنا نطلع منه بعض النماذج اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هتلاقي موجود معايا نموذج قمة ملقات ويزر ستوب، جاء في نهاية اتجاه صاعد، مكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء أطول منها. لو تلاحظ الشمعة الثانية ابتلعت جسم الشمعة الأولى بكاملها، يعني ده نموذج ابتلاعي بيعي بيريش انجولفينج باترن. بس لو لاحظت كمان هتلاقي تساوي ذيول كل من الشمعتين الخضراء والحمراء من أعلى، أي أن الظلان يقعان على مستوى أفقي واحد جاء فيه منطقة مقاومة من أعلى. يعني ممكن أتداول
على أساس نموذج انجلفنج، وادخل بعد شمعة التأكيد الثانية بعد ما تغلق أسفل من جسم الشمعة الخضراء الأولى في النموذج. وكمان ممكن أتداول على أساس نموذج تويزر ستوب لتساوي ذيل كل من الشمعتين الحمراء والخضراء، وبرضه أدخل صفقة بيع مدتها 4 ساعات بعد ما تغلق شمعة التأكيد الرابعة تحت جسم شمعة النموذج الشرائية الخضراء الأولى. وكمان عندي على الشرط نموذج يشبه نموذج السحب الركامية دارك كلاود كفر، نموذج مكون من شمعتين جاء في نهاية اتجاه صاعد، الشمعة الأولى خضراء شرائية ثيرانية طويلة والثانية حمراء بيعية دبابية طويلة. الشمعة الثانية فتحت عند مستوى أعلى من إغلاق الشمعة الأولى وأغلقت عند أكثر من 50% من جسم هذه الشمعة، لكن إحنا قلنا قبل كده إن هذا نموذج غير مثالي، لأن في النموذج المثالي المفروض إن الشمعة الحمراء الثانية تفتح أعلى من ظل الشمعة الأولى الخضراء وليس أعلى من جسمها وتغلق بعد 50% من حجم جسمها. الشرط الثاني متوفر لكن الشرط الأول غير متوفر، عشان كده قلنا على هذا النموذج أنه غير مثالي لكنه يبقى صحيح ويصلح التداول به. طيب تعالوا نشوف مثال كمان، ويا ترى هنشوف إذا كان ده نموذج غربان ثلاثة أم هو شبيه به. لاحظ كده النموذج الذي تكون في هذه المنطقة، عندي ما يشبه نموذج الغربان الثلاثة. أولا عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة خضراء ثيرانية شرائية طويلة، الشمعة التي جاءت بعدها مباشرة شمعة شهاب شوتينج ستار، لو دمجتها مع الشمعة اللي قبلها واللي بعدها هيطلع عندي نموذج شوتينج ستار نجمة المساء. حبيت أتداول بهذا النموذج، أنا عارف إن نموذج الشوتينج ستار عاكس للاتجاه الصاعد ويتكون من 3 شموع وجميع الشروط متوفرة، يعني ممكن أدخل من بعد شمعة التأكيد الرابعة ما تغلق أسفل جسم الشمعة الخضراء الأولى شمعة شرائية لمدة 4 ساعات ربحانة إن شاء الله. طب يا ترى لو حبيت أتداول بهذا النموذج على أنه 3 بلاك كروس، هل الشروط محققة أم لا؟ طيب تعالوا كده نحلل شروط النموذج. رقم 1 عندي شمعة بيعية، رقم 2 الشمعة الثانية شمعة بيعية برضو، رقم 3 الشمعة التي جاءت بعدها فتحت داخل نطاق هذه الشمعة البيعية وأغلقت بعدها، رقم 4 الشمعة الرابعة صغيرة ممكن ما نحسبهاش أو إن أنا أدمجها مع اللي بعدها هلاقي اللي بعدها فتحت داخل نطاقها وأغلقت أسفل منها. كده أنا عندي ما يشبه نموذج الغربان الثلاث. لاحظ أن الشمعة الثالثة هي اللي فيها المشكلة لأنها صغيرة، بس مفيش مشكلة ولا حاجة عشان لون هذه الشمعة حمراء، لو كانت هذه الشمعة خضراء كنت هعتبرها نموذج هرامي وكان الاتجاه سوف ينعكس إلى أعلى، ولكن بما أن هذه الشمعة الحمراء هي شمعة بائعين والشمعة الرابعة اللي جت بعدها فتحت أعلى من افتتاح هذه الشمعة الثالثة وأغلقت أدنى منها وكمان أدنى من إغلاق الشمعة الثانية، في هذه الحالة في إمكاني أعتبرهم نموذج الغربان الثلاثة، يعني في إمكاني إن أنا ألغي الشمعة الثالثة الصغيرة دي مجازا واعتبرها كأن لم تكن وتعامل مع الشمعة اللي بعدها على أساس إن هي دي اللي هتكمل نموذج الغربان الثلاثة حتى يكون صحيح ومستوفي جميع الشروط. ويبقى شرح النموذج كالآتي: الشمعة الخضراء جاءت بعدها شمعة حمراء رقم 1، ثم شمعة حمراء أخرى رقم 2 فتحت داخل نطاق الشمعة رقم 1 وأغلقت أسفل منها، والشمعة الرابعة هعتبرها رقم 3 فتحت داخل نطاق الشمعة رقم 2 وأغلقت أسفل منها، كنموذج غربان ثلاثة أعتبره صحيح في هذه الحالة. وتداول ابتداء من الشمعة الرابعة أخذ صفقة هبوط مدتها 4 ساعات بيعية. طيب ممكن حد يسألني سؤال ويقول لي يا مستر أنت ليه لغيت الشمعة الثالثة؟ الإجابة ببساطة أنا لغيتها بسببين:
الأول الشمعة الثالثة جاءت حمراء بيعية دبابية، افتتاحها وإغلاقها داخل نطاق الشمعة الثانية، عشان كده أنا اعتبرتها كأنها جزء من الشمعة الثانية وضمتها للشمعة الثانية. أما السبب التاني اللي خلاني ألغيها أن الشمعة الرابعة افتتحت أعلى منها وأغلقت أسفل منها، وده في الرياضيات اسمه الاحتواء أو المجموعة الجزئية. يعني اعتبرت حاجتين، كأن الشمعة الثانية احتوت الشمعة الثالثة، أو كأن الشمعة الرابعة احتوت الشمعة الثالثة، وفي الحالتين تعتبر الشمعة الثالثة كأنها مجموعة جزئية من أي من الشمعتين لاتحادهما في نفس اللون. لاحظ إنك لما بتكون فاهم قواعد الاحتواء والابتلاع غير لما تكون حافظ الشكل وخلاص، وهي دي ميزة الشموع اليابانية، لما بتفهمها بتعرف تطبق عليها تطبيق صحيح. طيب لو حبينا نستخدم الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات، واضح أن المنطقة المظللة باللون الأصفر دي كلها تقريبا منطقة مقاومة. بس الشيء الغلط اللي ممكن يحصل هنا إن فيه متداولين ممكن يبيع عند هذه المنطقة، وده شيء غلط جدا وغير صحيح بشكل كبير جدا، لأن في معظم الحالات ممكن السعر يكمل ويخترق ويكسر هذه المقاومة بدون أي مشاكل. طيب بماذا يساعدنا فهمنا للشموع اليابانية في مثل هذه الحالات؟ الشموع اليابانية بتقولي عند مستوى مقاومة معين لازم تستنى تفعيل النموذج وبعد كده أتداول، أحسن من أني أبيع مباشرة عند مستوى المقاومة. يبقى الأفضل أن أنا أستنى النموذج يكتمل وبعدين تيجي شمعة التأكيد التي تؤكد اكتمال النموذج، وبعد كده أتداول بعد أن تغلق شمعة التأكيد حسب النموذج اللي أنا شغال عليه كما في هذه الحالة. يبقى لما أجي أخذ صفقتي بناء على مستويات المقاومة وبناء على النموذج الانعكاسي وبناء على شمعة التأكيد في هذه الحالة، يبقى أنت بتحلل صح وفاهم صح، بس الموضوع بيبقى محتاج شوية صبر لغاية ما يجي النموذج والشكل اللي أنت بتبقى واثق تماما إن هو ده ينفع أبيع على أساسه أو أشتري. ولو هتداول بمجرد إن السعر وصل لمستوى مقاومة ويلا نبيع أو يلا نشتري، فهذا خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من المتداولين. عنوان محاضرة اليوم: نموذج خطوط الهجوم المضاد، كونتر أتاك لاين. يوجد حالتين من حالات الهجوم المضاد. الحالة الأولى الهجوم المضاد الدببي بريش كونتر أتاك، الحالة الثانية الهجوم المضاد الثيراني بوليش كونتر أتاك، وهما نموذجان عاكسان للاتجاه كما هو بالشكل الأول، يتكون في نهاية اتجاه صاعد، بينما الثاني في نهاية اتجاه هابط. بالنسبة لنموذج الهجوم المضاد البيعي بيرش كونتر أتاك، يتشكل من شمعتين، الأولى خضراء والثانية حمراء، وكما قلنا يتكون في نهاية اتجاه صاعد، بينما نموذج الهجوم المضاد الشرائي بولش كونتر أتاك يتكون من شمعتين، الأولى حمراء والثانية خضراء في نهاية اتجاه هابط. الآن مع معايير تشكل كل من النموذجين: رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا المسار قصير. رقم اتنين، بعد المسار الهابط يأتي نموذج ثيراني، وبعد المسار الصاعد يأتي نموذج دببي. وكما قلنا أن النموذج يتشكل من شمعتين مختلفتين في اللون ومتضادتين في الاتجاه، إحداهما حمراء والأخرى خضراء، ولا يهم الظلال بالنسبة لهذا النموذج. رقم أربعة، يجب أن يكون مستوى إغلاق الشمعة الثانية عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى، وخط الإغلاق بينهما هو ما يسمى بخط الهجوم، لذلك يسمى هذا النموذج بهذا الاسم كونتر أتاك الهجوم المضاد. والسؤال الهام: متى يفعل هذا النموذج؟ أولا، لكي يفعل النموذج الدببي لابد أن تغلق الشمعة الثالثة أسفل من الظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى،
وأتداول بعد شمعة الإغلاق، وتبقى دي بالنسبة لي هي شمعة التأكيد. ولكي يفعل النموذج الثراني لابد أن تغلق الشمعة الثالثة فوق الظل العلوي للشمعة الأولى الحمراء وأتداول بعد شمعة الإغلاق، وبتبقى دي بالنسبة لي شمعة التأكيد اللي على أساسها بيكون النموذج قد اكتمل. طب يلا بينا نشوف كده مثال عملي على الشرط على نموذج الهجوم المضاد. غالبا يكون النموذج على هذا الشكل، يكون عندي اتجاه حياة صاعد ثم فجأة تفتح معي شمعة جديدة بيعية حمراء من مستويات أعلى من إغلاق الشمعة التي سبقتها، ثم تبدأ في النزول وتغلق عند مستوى إغلاق الشمعة التي سبقتها بالتقريب. بس لو لاحظت على الشرط الإغلاق غير مثالي بين الشمعتين لوجود جاب بسيط بينهما، ده لا يؤثر على النموذج ويظل النموذج صحيح ويمكن استخدامه. المتداول اللي ما يعرفش النموذج ده ولم يكن على دراية به ممكن يستغرب من هذا النموذج، هيقول ايه الاتجاه الذي صعد فجأة ده وبعدين فتحت شمعة حمراء من اعلى مباشرة وهبطت واغلقت عند نفس مستوى اغلاق الشمعة الاولى التي سبقتها. لو ما كانش متعمق في الشموع اليابانية مش هيعرف يتصرف لما يقابله مثل هذا النموذج. طيب كيف افعل هذا النموذج على الشرط؟ يعني امتى ادخل صفقة بيع؟ ادخل صفقة بيع بعد ان تغلق الشمعة الثالثة بعد ذيل الشمعة الاولى الخضراء. يعني على هذا الشرط ابتدي ادخل صفقة بيع من بعد هذا المستوى. يعني لو لاحظت الشمعة الثانية لم تحدث الاغلاق، والثالثة لم تحدث الاغلاق، والرابعة لم تحدث الاغلاق، الخامسة، هنا بالنسبة لي اتفعل النموذج. كده بإمكاني أدخل من الشمعة الخامسة اللي مكتوب عندها كلمة بيع، أو إني أنتظر إعادة اختبار الظل للشمعة الخضراء الأولى في النموذج وأدخل معاه بعد إعادة الاختبار. كده أنا عندي نموذجين ممكن أتداول من خلال أي منهما، نموذج الهجوم المضاد البيعي بيرش كونتر أتاك، ونموذج الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كروس. وكل ما كان عندي أكتر من نموذج إنعكاسي في منطقة واحدة كل ما تزيد احتمالية عكس الاتجاه، وبيكون عندي إمكانية إن أنا أدخل بالشراء أو البيع بعد عكس الاتجاه. وفكرك بشروط نموذج الغربان الثلاثة السود، قلنا إنه بيكون ثلاث شموع حمراء بيعية ورا بعض، وكل شمعة تفتح داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق بعده. في هذا المكان كده عندي نموذجين، نموذج الهجوم المضاد ونموذج الغربان الثلاثة، بأي منهما يمكنك أن تتداول. عنوان محاضرة اليوم نماذج الجبال الثلاثة والأنهار الثلاثة 3 rivers and 3 mountains. وهناك فرق في المسمى والاستخدام لهذا النموذج في التحليل الفني الياباني والتحليل الفني الغربي. في التحليل الفني الياباني يسمى نماذج الجبال الثلاثة، بينما في التحليل الغربي يسمى نموذج القمة الثلاثية. وهناك مسميات أخرى في التحليل الغربي لا توجد في التحليل الياباني، مثل نماذج المثلثات والأعلام والرأس والكتفين وإلى غير ذلك. أما الفرق الجوهري بينهما من حيث الاستخدام في التداول وتفعيل النموذج، في التحليل الياباني يأتي النموذج بعد اتجاه صاعد، يتشكل بعده ثلاث قمم تقع على مستوى أفقي واحد، أي قمم هذه الجبال تكون في نفس المستوى يطلق عليها اسم الجبال الثلاثة. بينما في التحليل الغربي يأتي النموذج بنفس الشكل، ولكن كما قلنا يسمى نموذج القمة الثلاثية. أما الفرق بين التحليل الفني الياباني والتحليل الفني الغربي هو في تفعيل النموذج ومتى يتم التداول به، وهذا هو الفرق الجوهري. في التحليل الغربي يفعل السعر، أي يفعل النموذج بعد خط العنق، بينما في التحليل الياباني يفعل النموذج بعد إغلاق تحت آخر منخفض
في الجبال الثلاثة. وبناء على ذلك يلاحظ أن نقطة الدخول في التحليل الياباني نحصل عليها بشكل أسبق من نقطة الدخول في التحليل الغربي، أي أن إشارة الدخول باستخدام نموذج الشموع اليابانية نحصل عليها بشكل مبكر عن التحليل الغربي، وذلك لأن مدرسة التحليل باستخدام الشموع اليابانية هي أقدم بكثير من مدرسة التحليل الغربي، ونتائجها تكون أكثر فاعلية من مدرسة التحليل الغربي إذا استخدمت بشكل صحيح، أي أن هذا هو ما يسمى بنموذج الجبال الثلاثة، يكون بعد اتجاه صاعد يتشكل من ثلاث قمم عند نفس المستوى، يتم تفعيل النموذج عندما يحدث الإغلاق تحت آخر منخفض وليس شرطا خط العنق، ولكن إذا أغلق تحت آخر منخفض يفعل النموذج حسب تحليل الشموع اليابانية. في حالة أخرى للجبال الثلاث أو القمة الثلاثية وفقا للتحليل الغربي إنها تكون، أي الجبال، ليست في نفس المستوى الأفقي، بمعنى آخر أنها تكون قمم متصاعدة، أو بمعنى أصح قمم جبال متصاعدة، فيبقى أيضا نموذج صحيح. هنا في هذا المثال هنشوف قوة الشموع اليابانية بالمقارنة بالتحليل الغربي المعروف. في هذه الحالة لو تلاحظ أنا عندي أكتر من قمة جبل، قمة 2 3 4 5، طيب إزاي أنا أحدد مكان الجبال الثلاثة بطريقة صحيحة؟ عشان نفهم الموضوع ده يلا بينا نمشي مع السعر خطوة خطوة. أول شرط لازم يكون عندي اتجاه صاعد، بعده مباشرة تشكل معي قمة أول جبل، ثم تشكل معي قمة تاني جبل، ودلوقتي أنا لاحظت إن في احتمالية لتشكل الجبل الثالث. طيب لو أنا هنا عايز أدخل صفقة، أين تكون نقطة دخولي؟ نقطة دخولي بتكون بإغلاق السعر تحت هذا المستوى رقم واحد، لأن احنا قلنا قبل كده إذا أغلق السعر تحت آخر منخفض من الجبال تكون هذه هي نقطة الدخول على حسب التحليل الفني الياباني. بس لو تلاحظ إن السعر وصل لهذا المستوى ورجع تاني شكل لي قمة جبل جديدة، جبل رابع. طيب هنا أنا إزاي هبص على الموضوع وهتصرف إزاي؟ هنا أنا هلغي المنخفض السابق ومش هتداول على أساسه، لأني في هذه الحالة هتعامل مع المنخفض الجديد، بمعنى آخر إن الجبل الأول هذا يصبح ملغي، وبعدين نتعامل مع الجبل التاني على إنه هو الجبل الأول، السعر صعد عنده شكل لي جبل أول وجبل تاني، وننتظر الجبل الثالث يغلق تحت هذا السعر رقم 2. بس لو لاحظت أنه تشكل معي الجبل الثالث ولم يغلق تحت هذا السعر رقم 2، أي تحت هذا المنخفض رقم 2، إذن في هذه الحالة لسه النموذج لم يتفعل. طيب إزاي أنا ممكن هدخل؟ هستنى احتمالية تشكل قمة جبل جديدة. طيب لو تشكل معي قمة جبل جديدة أعمل إيه؟ أرجع تاني من الأول وألغي الجبل التاني اللي أنا كنت دخلت من عنده اتجاه صعود، وأبدأ من أول وجديد أتعامل مع الجبل التالت على إنه هو الجبل الأول في اتجاه صعود، ونشوف آخر ثلاث جبال ورا بعض. طيب يلا بينا نتعامل من أول وجديد على إن الجبل التالت هو الجبل الأول. عندي اتجاه صاعد، تشكل معي أول قمة جبل، ثم تشكل معي تاني قمة جبل، ثم تشكل معي قمة الجبل التالت. طيب هل ممكن في الحالة دي أفعل النموذج؟ نشوف. إذا أغلق السعر تحت هذا المنخفض رقم 3، إذا حدث الإغلاق فكده يبقى النموذج اتفعل، وإذا لم يحدث الإغلاق فأنا مش هدخل الصفقة لأن النموذج لم يكتمل. بس لاحظ معي أنه لما أغلق السعر عند المستوى رقم 3 يعتبر كده النموذج اتفعل، وعلى هذا الأساس ممكن أدخل صفقة بيع مع البائعين. بس لو لاحظت
أن نموذج الجبال الثلاثة الذي يتكون من عدة شموع، أنا في الحالة دي ببص على عدد الجبال مش على عدد الشموع، وهذا هو الفرق بين تشكل الجبال الثلاثة في مستوى أفقي أو إنهم يتشكلوا بشكل تصاعدي. أهم حاجة بالنسبة لي كمتداول إن أنا أركز على إغلاق السعر تحت المنخفض الأخير للجبل الثالث. بس لو حبيت أقارن بين التحليل الغربي والتحليل الياباني، في التحليل الغربي صعب جدا إن إحنا نحكم على خط العنق أو نحكم على الاتجاه اللي هينعكس أولا، لكن في التحليل الياباني ووفقا لسيكولوجية الشموع اليابانية النظرة بتكون أوضح لما نفهم النماذج. مرة أخرى، نموذج الجبال الثلاثة يأتي على شكلين، إما بشكل أفقي بحيث تكون القمم واقعة على مستوى أفقي واحد، أو قد يأتي على شكل تصاعدي مائل بحيث تكون القمم تصاعدية وراء بعض. طيب، هل هذا النموذج ممكن أعتبره نموذج رأس وكتفين؟ الإجابة بالقطع لا، لا يمكن اعتبار هذا النموذج نموذج رأس وكتفين. لماذا؟ لأن القمة الموجودة في المنتصف منخفضة، فهذا يعتبر نموذج الجبال الثلاثة التصاعدية وليس نموذج الرأس والكتفين. النموذج الثاني الذي سوف نتكلم عنه اليوم هو نموذج الأنهار الثلاثة Three Mountain، أو ما يعرف بالقاع الثلاثي في التحليل الغربي، يكون على هذا الشكل الموضح أمامك على الشرط. شروط تكونه هو: رقم واحد، أن يكون السعر في اتجاه هابط لأنها أنهار عبارة عن قيعان. ثم يبدأ يتشكل معي هذا القاع الأول وهذا القاع الثاني وهذا القاع الثالث. ولو تلاحظ ان انا عندي هنا قاع رابع ايضا، ولكن هنعرف ازاي حالا نفلتر هذه الانهار بالشكل الصحيح. رقم 2، الانهار الثلاثة او الجبال الثلاثة تتشكل من مجموعة من الشموع وليس من شمعتين او ثلاث. رقم 3، ان هذه الانهار تكون عند نفس المستوى الافقي من اسفل. طيب، متى يكون نقطة الدخول؟ نقطة الدخول تكون عند آخر مرتفع لهذه الأنهار، يعني المفروض إذا أغلق السعر فوق هذه القمة المكتوب عندها مكان إغلاق السعر، أنا هعتمدها كنقطة دخول. ولو تلاحظ إن السعر وصل لهذا المستوى رقم واحد ثم شكل لي نهر جديد. طيب، في هذه الحالة إزاي أنا بص على السعر عشان أرتب الأنهار بالشكل الصحيح؟ الحالة دي أنا مش هحسب أول نهر وهتعامل من أول وجديد من عند النهر التاني. هاخد الأول الاتجاه الهابط من بدايته واعتبره هو النهر الأول عند نفس المستويات، ثم تشكل لي نهر تاني وتالت، فترتيبي للجبال والأنهار في مرونة على حسب حركة السوق، وعيني دايما بتكون على آخر مرتفع بالنسبة للأنهار التلاتة. إذا أغلق السعر فوقها فكده بيكون بالنسبة لي اتفعل النموذج. طيب، ما هو الفرق في هذه الحالة بين التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية وبين التحليل الغربي؟ حاليا لو أنا هعتمد على التحليل الغربي مش هقدر أصنف الشكل اللي قدامي ده، لأن أنا عندي المرتفع العالي ده مبوظ النموذج بالنسبة للتحليل الغربي. لكن بالنسبة للشموع اليابانية الموضوع يختلف، لان انا عندي اتجاه هابط، عندي نهر 2-3. في الشموع اليابانية مفيش حاجة اسمها خط العنق، كل اللي احنا محتاجينه في التداول في الشموع اليابانية هو اغلاق فوق اخر مرتفع بالنسبة للانهار الثلاثة. وبرضو ممكن يكون عندي نموذج انهار ثلاثة، اما بشكل متصاعد او بشكل متدني. فمثلا على الشرط اللي قدامي ده عندي نموذج الأنهار الثلاثة، نزل السعر ثم شكل لي النهر الثاني ثم شكل لي النهر الثالث. وفقا للتحليل الغربي ما أقدرش أسمي ده نموذج رأس وكتفين. لماذا؟ لأن قاع النهر الثاني وقاع النهر الأول عند نفس مستوى
أفقي واحد، عشان كده ما أقدرش أقول عليه نموذج رأس وكتفين في هذه الحالة. لكن لما بص على الشرط بمنظور التحليل الياباني هيكون عندي نموذج واضح يسمى بالأنهار الثلاثة كما هو واضح على الشرط. نقطة الدخول بالنسبة للأنهار الثلاثة مش هعتمد على خط العنق أبدا، ولكن هبص على آخر مرتفع من هذه الأنهار، إذا أغلق السعر بعده أدخل صفقة الشراء. وكمان لاحظ أن السعر أعاد اختبار هذا المستوى اللي هو مستوى الإغلاق، ثم عاد إلى الصعود مباشرة إلى أعلى. لكن هذان النموذجان لهما تطور آخر يعرف بنماذج قمم بوذا الثلاثية، تعالوا نتعرف عليها. نماذج قمم بوذا الثلاثية هي نماذج الرأس والكتفين والرأس والكتفين المقلوب، بمعنى هذا النموذج اللي موجود قدامي على الشرط هو نموذج قمم بوذا الثلاثية، أو ما يعرف في التحليل الغربي بنموذج الرأس والكتفين. طيب على نفس الشكل هو هنشوف الفرق بين التحليل الفني الغربي والتحليل الفني الياباني لنفس النموذج. بالنسبة للتحليل الياباني بيقول أنه بيكون عندك ثلاث قمم متصاعدة، ولكن القمة التي تكون في المنتصف تكون أعلى من اللي على اليمين واللي على اليسار، وهذا هو نفس تعريف نموذج الرأس والكتفين. طيب إيه هو الفرق بين التحليل الياباني والتحليل الغربي؟ ولماذا يعتبر التحليل الياباني أقوى من التحليل الغربي في العديد من النماذج؟ هنعرف الفرق من خلال التداول على المثال اللي قدامي ده على الشرط. وفقا للتحليل الغربي إذا جينا نرسم نموذج رأس وكتفين إزاي هنرسمه والشكل هيكون إزاي؟ أكيد راح أرسم خط العنق، وإذا رسمت خط العنق في هذا الشكل فتقريبا الشكل هيكون مشوه. لماذا؟ لأنه تقريبا أنا عندي أول كتف وعندي الرأس، ولكن الكتف الثاني تقريبا مش موجود نهائيا. ده يعتبر نموذج غير صحيح، هذا بالنسبة للتحليل الغربي. طيب كده أنا مش هعرف نقطة الدخول، لأن حسب التحليل الغربي المفروض الإغلاق يكون بعد خط العنق، وخط العنق هنا صعب جدا تحديده لعدم وضوح الكتف الثاني. لكن بالنسبة للتحليل الياباني الموضوع هيكون مختلف. أول حاجة التسمية، هيصبح اسمه في التحليل الياباني قمم بوذا الثلاثية وليس الرأس والكتفين. على هذا الأساس أنا هبص على القمة الأولى، والقمة الثانية هتكون أعلى منها، والقمة الثالثة في نفس مستوى أقل من القمة الثانية، يعني قمة المنتصف هي الأعلى، عشان كده بيسمى بقمم بوذا الثلاثية. طيب على حسب نموذج قمم بوذا الثلاثية أين تكون نقطة الدخول، أو أين يكون مكان تفعيل هذا النموذج، وعلى أي أساس أنا هتداول؟ ولاحظ أن التحليل الغربي يعتمد على خط العنق بالدرجة الأولى، لكن الشموع اليابانية تعتمد على مستويات الظلال والزيول باعتبارها دعوم ومقاومات، وتعطي في هذه الحالة نتائج أحسن بكتير. وهذه الأمثلة اللي بنشوفها كلها أمثلة حية حقيقية موجودة في السوق، يعني نقطة الدخول عندي بالبيع بتكون عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع. طيب أنه الأفضل أتداول على أساس نموذج الرأس والكتفين أم على أساس قمم بوذا الثلاثية؟ والله لو قدرت تدمج بينهما فده بيكون أفضل. عندي كمان مثال آخر على الشرط على قمم بوذا الثلاث المقلوبة في التسمية اليابانية، أو نموذج الرأس والكتفين المقلوب حسب التحليل الغربي كما هو واضح في هذا المثال على الشرط، يتكون بعد اتجاه هابط واضح، ثم يكون عندي ثلاث قيعان وراء بعض، والقاع الذي في المنتصف يكون منخفض بالنسبة للقاع الذي على يمينه والقاع الذي على يساره. لو حبينا نحلل على أساس التحليل الياباني والتحليل الغربي في أوقات معينة
ممكن يتصادف بالنسبة للاتنين نفس نقطة الدخول. مثلا عندي في هذه المنطقة خط العنق في التحليل الغربي بيقول لي ان اي اغلاق بعده في امكانك انك تشتري في حالة الرأس والكتفين المقلوب. طيب لو بصينا على نفس الشرط من منظور التحليل الفني الياباني باستخدام الشموع اليابانية، فإن برضو أي إغلاق فوق آخر مرتفع هيكون بالنسبة لي نقطة دخول. ولو تلاحظ في هذا المثال على نفس الشرط نقطة الدخول في الحالتين قريبين جدا من بعض. لاحظ أنه في الصفقة السابقة لجأنا للتحليل باستخدام الشموع اليابانية فقط، بينما في هذه الصفقة لما قارنا بين نقطة الدخول في حالة التحليل الياباني ونقطة الدخول بالنسبة للتحليل الغربي وفقا لخط العنق لقيناهم تقريبا عند نفس المستوى. في هذه الحالة ده معناه أن هذه المنطقة قوية جدا، سواء أن السعر ممكن يعمل لها إعادة اختبار ويرجع يصعد أو أنه يصعد مباشرة منها. أهم حاجة التطبيق لهذه النماذج، لأن التعليم بدون تطبيق مش هيكون بفايدة كبيرة. عنوان محاضرة اليوم: نموذج القمم القصيرة البدينة والقيعان المقلات (Dumbling Top and Free Bean Bottoms). الشكل العام لنموذج القمة القصيرة البدينة كما هو موضح شكل واحد، بينما الشكل العام لنموذج القاع المقلات كما هو موضح في شكل اتنين. بالنسبة للقمم القصيرة البدينة تأتي بعد اتجاه عام صاعد، أما القيعان المقلات فإنها تأتي بعد اتجاه عام هابط. ما هي خصائص هذه النماذج وكيف نتعامل معها وكيف نتداول بها؟ هذا ما سنتناوله في هذه المحاضرة إن شاء الله بالشرح والتفصيل، من خلال شرح معايير تشكل كل من النموذجين، مع ملاحظة أنهما نموذجان عاكسان للاتجاه. والآن مع هذه المعايير التي تنطبق على كل من النموذجين: رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حسب النموذج. يعني في حالة نموذج القمم القصيرة البدينة يتكون في نهاية اتجاه صاعد، إنما في حالة نموذج القيعان المقلات يتكون النموذج في نهاية اتجاه هابط. رقم 2، يتشكل النموذج من شموع كتيرة عند القمة أو القاع على حسب الاتجاه، وهذا يعني بفرض إن أنا عندي اتجاه صاعد، لكي يتشكل معي قمم قصيرة بدينة لازم يكون عندي مجموعة من الشموع في هذه القمة أيا كان عدد الشموع، 2 3 4 5 حتى لو وصلت لعشر شموع مفيش مشكلة، لكن لازم يكون فيه عدد كبير من الشموع ما يقلش عن 4 أو 5 شموع. رقم 3، الصفات الخاصة بهذه الشموع هو أنه يجب أن تكون أحجام الشموع قصيرة وعلى شكل مدور. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعد اتجاه صاعد لازم يكون عندي بداية للقمة القصيرة شمعة طويلة، ثم الشموع التي تأتي بعدها من صفتها أنها تكون قصيرة وأحجام أجسامها بدينة ومدورة، ومش مهم اللون حمراء أو خضراء، بيعية شرائية، أيا كان نوعها أو شكلها مش مهم، لكن الطابع الذي يغلب عليها هو أن تكون أحجامها صغيرة. والعكس صحيح في النموذج اللي بيكون بعد اتجاه هابط والذي يسمى بالقاع المقلات، يعني كما بالشكل بيكون عندي اتجاه هابط، عندي فيه الشمعة الأولى حمراء دبابية بيعية بزخم كبير، ثم تأتي شموع أجسامها صغيرة ورا بعض، ممكن تكون إغلاقها عند نفس المستوى وممكن تكون متفاوتة في الإغلاقات بعض الشيء، بس أهم حاجة إن أحجام هذه الأجسام أقل من حجم جسم الشمعة الأولى الحمراء، شمعة البداية التي تأتي قبلهم. كمان لازم هذه الشموع سواء في القمة أو في القاع تكون على شكل مدور، ومش هتكون حادة بالشكل ده أبدا، وإنما تتخذ نوع من الشكل الدائري، وكما قلنا
سواء في القمم أو في القاع المقلاة دائما تتخذ نصف الدائرة القصيرة. رقم 4 من المعايير الهامة جدا، وهو أنه يجب أن تكون هناك فجوة سعرية في النموذج حتى يكون النموذج صحيح. هذه القمة المدورة والتي تسمى بالقمة البدينة في التحليل الياباني لازم يكون فيها فجوة سعرية ثم شمعة أخرى تغلق بعد الفجوة السعرية، وليس شرطا أن تكون هذه الشمعة التي تغلق بيعية. هكذا يكون قد تشكل معنا قمة قصيرة بدينة، والعكس صحيح في حالة الاتجاه الهابط. بيكون عندنا اتجاه هابط يأتي في نهايته شمعة حمراء بيعية دبابية بزخم معين، ثم يتشكل عدد من الشموع البدينة وراء بعض وأقسامها صغيرة، ثم تتشكل معي فجوة، ثم يتشكل معي شمعة طويلة بزخم، ليس شرطا أن تكون شمعة شرائية، وهكذا يكون قد تكون لدينا القاع المقلات. أما المعيار الخامس هو إغلاق الشمعة التي تأتي بعد الفجوة السعرية، يعتبر تأكيد وتفعيل للنموذج. يعني في هذا النموذج البيعي الشمعة الأخيرة هذه ممكن تكون الرابعة أو الخامسة أو العاشرة، غير مهم. المهم هنا إن أنا أبص على الشكل العام، أهم حاجة إنه يكون عندي فجوة سعرية قبلها عدة شموع بدينة، وبمجرد أن تغلق الشمعة بعد الفجوة السعرية كده بالنسبة لي بيكون قد تأكد النموذج. رقم 6، الشمعة التي تأتي بعد الفجوة السعرية يجب أن تكون أطول من الشموع القصيرة التي قبلها. زي ما قلنا في الأول، الشمعة الأولى يكون عندها نوع من القوة والزخم، ثم يتشكل معي مجموعة من الشموع القصيرة ذات الأحجام الممتلئة البدينة الصغيرة وراء بعض، وبعدين تيجي بعدهم الفجوة السعرية، ثم يتشكل معي الشمعة التي تغلق بعد هذه الفجوة. هذه الشمعة التي تغلق بعد هذه الفجوة السعرية مهم جدا إن جسمها يكون أكبر من أجسام الشموع التي قبلها، مع ملاحظة أن الشمعة الأخيرة قد تكون شمعة انعكاسية ويبقى النموذج صحيح، ولا يهم طول الشمعة في هذه الحالة. هذا في نموذج القمة القصيرة البدينة، والعكس صحيح بالنسبة لنموذج القيعان المقلات. طيب يلا بينا نشوف كده مع بعض مثال عملي على الشرط على هذان النموذجان. المثال الأول على نموذج القمم القصيرة البدينة، في الشرط اللي قدامي ده لو تلاحظ إنه في نهاية اتجاه صاعد تكون عندي شمعة خضراء طويلة نسبيا، ثم تشكلت عندي مجموعة من الشموع اللي أجسامها صغيرة وأحجامها قليلة، ثم جاءت فجوة سعرية، وبعد كده حدث عندي إغلاق من الشمعة اللي جت بعد الفجوة، أغلقت تحت هذه الفجوة السعرية. وزي ما قلنا في ملاحظة سابقة إن الشمعة التي تغلق بعد الفجوة السعرية ليس شرطا أن تكون شمعة بيعية بالأساس، لكن في هذه الحالة تعتبر صحيحة لأنها على شكل هانجنج مان، وإحنا عارفين أن الهانجنج مان شمعة عاكسة للاتجاه، وهي بكده بتدعم وبتأكد انعكاس الاتجاه السابق، وبالتالي تعتبر صحيحة، وبكده بيكون النموذج عندي قد اكتمل، وأقدر أتداول من بعد هذه الشمعة مباشرة أدخل صفقة بيع. طيب إحنا قلنا إيه عن النموذج ده؟ قلنا إن عندي اتجاه صاعد، عندي أول شمعة فيها زخم وقوة، ثم عندي مجموعة من الشموع تميل إلى الشكل المدور، وبعدين عندي فجوة سعرية، وكمان جت شمعة أغلقت بعد هذه الفجوة السعرية. هذه الشمعة صحيح إن جسمها مش كبير، ولكن اعتبرت النموذج صحيح في هذه الحالة لأنها تعتبر نوع من أنواع الشموع الإنعكاسية، ونموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه، وهو الهانجينج مان، الرجل المعلق أو الرجل المشنوق. وزي ما قلنا قبل كده أن ظلال وحجم جسم الشمعة يدل على أنه كل ما كانت الظلال طويلة والجسم صغير كل ما كان فيه احتمالية أكبر للإنعكاس. يعني من بعد تكون شمعة التأكيد ادخل صفقة بيع مباشرة وانت مطمن، بعد غلق شمعة التأكيد أسفل ذيل الشمعة
التي جاءت بعد الفجوة. المثال الثاني على نموذج القيعان المقلات، لو تلاحظ معي على الشرط عندي اتجاه هابط، بعد هذا الاتجاه عندي شمعة حمراء بيعية فيها زخم واضح، ثم تلتها مجموعة من الشموع والتي تعتبر أحجامها صغيرة بالمقارنة بالشمعة الحمراء اللي اتكونت في بداية النموذج. بعد هذه الشموع لو لاحظت هتلاقي موجود عندي فجوة سعرية، بعد هذه الفجوة السعرية موجود عندي شمعة يابانية انعكاسية خدناها قبل كده اسمها شمعة الدوجي، جاءت بعدها شمعة شرائية. على الرغم أن الشمعة التي جاءت بعد الفجوة صغيرة، إلا أنني اعتبرت النموذج صحيح لأنها أساسا شمعة انعكاسية دوجي مورنينج ستار. في هذه الحالة أنا ببص على السياق العام، هلاقي عندي اتجاه هابط، ثم عندي قاع واضح أنه مدور، وبعدين جت عندي فجوة سعرية، وبعد ذلك تشكلت عندي شمعة دوجي مورنينج ستار حلت محل الشمعة الطويلة اللي من المفترض إنها كانت هي اللي تكون موجودة عشان يكون الشكل مثالي. ولكن بما إن الشمعة اللي جت بعد الفجوة شمعة انعكاسية، فده عالج عدم المثالية في النموذج، عشان كده يظل النموذج صحيح. طيب إمتى أتدخل بالشراء؟ يفضل إن أنا أشتري بعد أن تغلق الشمعة الموالية للشمعة التي جاءت بعد الفجوة بعد الذيل، يعني الإغلاق بيكون بعد ذيل الشمعة الإنعكاسية، ثم أبدأ أتداول من بعد هذه الشمعة والتي تعتبر شمعة التأكيد، أدخل من بعدها صفقة شراء. والخلاصة أنه لكي يكون النموذج مثالي، لابد أن الشمعة التي تأتي بعد الفجوة تكون طويلة وبزخم، ولكن هذا النموذج فيه مرونة في التطبيق، بحيث إذا جاءت الشمعة بعد الفجوة شمعة انعكاسية، فده بيعالج عدم المثالية اللي تبقى موجودة في النموذج، وأدخل من بعد شمعة التأكيد صفقة بيع أو شراء على حسب النموذج. عنوان محاضرة اليوم: القمم والقيعان الأبراج Tower Top and Tower Bottom. وتعتبر هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة من محاضرات الشموع اليابانية الإنعكاسية. مبدئيا كده يختلف مسمى كل نموذج على حسب مكان تواجده على الشرط، ويتخذ في الحالتين الشكل المبين أمامنا. فإذا تواجد في نهاية اتجاه صاعد سمي تاور توب، وإذا تواجد في نهاية اتجاه هابط سمي تاور بوتوم. سبب تسمية النموذج بهذا الاسم يرجع إلى أن هذا النموذج يشبه تصميم بناء الأبراج المعمارية الحقيقية، حيث فيه تشبيه ومحاكاة لطريقة بناء الأبراج في الواقع كما هو مبين في الصورة اللي قدامي دي. هتلاقي نفس الهيكل المعماري للبرج متطابق مع شكل النموذج. هتلاقي مثلا أول شمعة طويلة إلى حد ما، ثم يبدأ يأخذ هذا النوع من الشكل العام. لو تلاحظ في النماذج اللي احنا بندرسها في الآخر دي، هذه النماذج يسيطر عليها الشكل العام، غير النماذج الانعكاسية اللي احنا درسناها في الأول اللي كانت بتتكون من شمعة أو اتنين أو تلاتة. أي أن سبب التسمية يرجع إلى تشبيه هذا النموذج بالأبراج المعمارية الحقيقية، وهو نموذج انعكاسي من الدرجة الأولى يأتي بعد اتجاه صاعد. نفس الشيء بالنسبة لنموذج القيعان ذات الأبراج تاور بوتوم، يشبه هذا النموذج البرج المعماري الحقيقي لكنه بشكل مقلوب، أي بشكل عكسي، ويكون في نهاية اتجاه هابط. أي أن الشكل العام لكل من النموذجين كما هو واضح، الشكل الذي على اليمين هو الشكل العام لنموذج القمم ذات الأبراج تاور توب، بينما الشكل الذي على اليسار هو الشكل العام لنموذج القيعان ذات الأبراج تاور بوتوم. أهم حاجة زي ما قلنا، على حسب تواجده في قمة أو قاع يتخذ التسمية. واضح أن القمم ذات الأبراج تتكون في نهاية اتجاه صاعد، بينما القيعان ذات الأبراج تتكون في نهاية اتجاه هابط،
لاحظ أن هذا الشكل العام فيه تشابه بينه وبين نموذج القمم القصيرة البدينة والقيعان المقلات التي شرحناها في المحاضرة السابقة. والآن ما هي المعايير الأساسية لتشكل كل من النموذجين؟ المعيار الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا المسار قصير، وهذا المعيار أساسي في كل النماذج السعرية، وفي نهاية المسار الصاعد أو الهابط يتشكل النموذج. المعيار الثاني، يتشكل النموذج من عدة شموع سواء عند القمة أو عند القاع حسب الاتجاه، زي ما اتكلمنا عن نموذج القمم البدينة القصيرة والقيعان المقلات، نفس الشيء ينطبق على القمم والقيعان ذات الأبراج، أي أنها تتشكل من مجموعة من الشموع وليس هناك عدد محدد لها، وإنما ينظر دائما للشكل العام. الميزة الأساسية في الشكل العام للنموذج في الحالة دي إن أول شمعة بتكون طويلة جدا وآخر شمعة بيكون فيها زخم ويكون فيها نوع من القوة مقارنة بالشموع اللي بين هاتين الشمعتين. عشان كده احنا بننظر الى النموذج من خلال الشكل العام وليس من خلال خصائص كل شمعة بمفردها. المعيار الثالث، ان تكون احجام الشموع متفاوتة وتشبه بناية الابراج، يعني مش هتلاقي جميع الشموع عندها نفس الحجم وعندها نفس الطول زي ما شفنا في نموذج القمة القصيرة البدينة والقيعان المقلات. هنا ايضا في نموذج الأبراج هتلاقي إن الشموع ممكن تتفاوت في الطول، يعني مفيش معيار ثابت لطول الشموع اللي بتتكون داخل نموذج الأبراج على وجه العموم. المعيار الرابع، يحكم على النموذج بشكله العام ولا توجد خصائص محددة كما قلنا. يمكن الشيء الوحيد اللي احنا ممكن نعتبره كخصائص إن أول شمعة وآخر شمعة يكون فيهما زخم كبير والشموع التي بينهما تتفاوت في الأحجام والأطوال وغالبا لن تكون عند نفس المستوى. المعيار الخامس، متى يفعل هذا النموذج؟ إغلاق الشمعة الطويلة الأخيرة التي تمثل نهاية البرج يعتبر هو بداية تفعيل النموذج، ويعتبر ده عملية تقديرية من محلل لآخر، لأن زي ما قلنا إن النماذج دي يغلب عليها الشكل العام، وكل ما تتدرب وتتمرن وتحاول تفهم كيف يعمل النموذج في الأماكن التي يتواجد بها، كل ما يكون عندك قدرة على التقاط النموذج ومعرفة إذا كان صحيح أم لا. وفكرك أن هذه النماذج الأخيرة اللي بنتكلم عنها ليست بنفس القوة الإنعكاسية للنماذج اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول، مثل النموذج الابتلاعي والهرامي ونماذج البنبار والنجوم وإلى غير ذلك. النموذج ده فيه مرونة شوية، ولكن في نفس الوقت يظل انعكاسي وله القدرة على عكس الاتجاه. نرجع تاني لنفس السؤال، وهو متى يفعل هذا النموذج؟ الإجابة، إغلاق الشمعة الطويلة التي تعبر عن نهاية البرج تمثل بداية تفعيل النموذج. وطبعا زي ما قلنا أن تقدير هذا الإغلاق يختلف من محلل إلى آخر. المهم بعد ما تلاقي شمعة طويلة في آخر النموذج من أعلى وتغلق بنفس الزخم، والزخم في هذه الحالة في الغالب بيكون أكبر من الشموع السابقة، هنا في إمكانك تعتمدها نقطة الدخول وتتداول بعدها مباشرة، تدخل صفقة بيع. وبعدين كل ما ذكرناه من معايير على القمة ذات الأبراج ينطبق على نموذج القاع ذات الأبراج ولكن بالعكس. المعيار السادس والأخير، أنه أحيانا تتواجد قمم وقيعان الأبراج مع نماذج مركبة أخرى مثل النجوم، وهذا يعني أنه يكون عندي نموذج قمة أبراج في هذه الحالة، وفي نفس الوقت نحصل على هذه الشمعة العلوية في نهاية الاتجاه من الشموع المعروفة العاكسة للاتجاه، مثل الهانجينج مان أو الشوتينج ستار إلى غير ذلك. يعني ممكن جدا القمم ذات الأبراج والقيعان ذات الأبراج تكون قريبة جدا من نماذج النجوم المركبة، وهذا معناه أنه داخل النموذج نفسه ممكن تلاقي نماذج أخرى من نماذج الشموع اليابانية سواء فردية أو مركبة، وممكن تلاقي نموذج ابتلاعي
هتلاقيه جزء من نموذج القمة ذات الأبراج. وكل ما يكون النموذج مركب من عدة نماذج ويتضمن مجموعة من الشموع الانعكاسية، كل ما دل ذلك على احتمالية عكس الاتجاه السابق بشكل أكبر، وده بيديني فرصة إن أنا أتداول بشكل جيد صفقات ناجحة مضمونة ربحانة كسبانة إن شاء الله. ودلوقتي مع تطبيقات عملية على نموذج تاور توب أند تاور بوتوم. المثال الأول على نموذج تاور توب برج القمة، كيف يمكن أن نجد هذا النموذج على الشرط؟ لاحظ معي في هذا النموذج كيف كانت الشمعة الأولى طويلة جدا وفيها زخم كبير جدا، ثم بدأ بعدها يتخذ السعر شكل البرج أو البناية زي الصورة اللي احنا شفناها في البداية بصورته الإجمالية أو بشكله العام. في نفس الوقت داخل هذا النموذج لو بصينا على القمة الخاصة بالبرج هنلاقي شمعة عبارة عن شمعة شهاب شوتينج ستار، واحنا عارفين شكلها من المحاضرات الأولى، وهذا معناه ان انت ممكن تتداول على أساس انه نجمة المساء، ودي معروفة انها عاكسة للاتجاه من صاعد إلى هابط. يعني داخل القمة ذات الأبراج نفسها فيه مجموعة من الشموع الانعكاسية، وكل ما يكتر عدد الشموع الانعكاسية داخل القمة ذات الأبراج أو القيعان ذات الأبراج كل ما تزيد احتمالية عكس الاتجاه الأسفل. بعد تكون هذا النموذج لاحظ إزاي كان السعر صاعد، وبعدما تشكل مع النموذج القمة ذات الأبراج بدأ السعر بعدها بالانهيار مباشرة. فأنا لو حبيت أدخل فدخولي بيكون عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع من هنا، لأن هذه الشمعة يتوفر فيها جميع الشروط اللي اتكلمنا عنها من حيث الزخم والقوة المشابهة للزخم والقوة للشمعة الأولى اللي تشكل النموذج في بدايتها. المثال الثاني على نموذج تاور بوتوم، لو تلاحظ النموذج تكون في نهاية اتجاه هابط متوفر فيه جميع الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، أول شمعة طويلة حمراء وفيها زخم، بعدها جاءت مجموعة من الشموع، ثم جاءت الشمعة الأخيرة في النموذج مشابهة للشمعة الأولى من حيث الزخم وعكسها من حيث اللون والاتجاه. وطبعا الفرق بين النموذج ده والنموذج الخاص بالمحاضرة السابقة أن هذا النموذج لا يحتوي على فجوات سعرية، بينما نموذج القمم القصيرة البدينة والقيعان المقلات يحتوي على فجوات سعرية، وده شرحناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة. في هذا النموذج الشموع تأتي متراصة كل شمعة بجوار الأخرى بدون أي فجوات سعرية. لو حبينا نحلل النموذج في هذه المنطقة وحاولنا نرسم شكل القاع الذي يتخذ هيكل للأبراج فتقريبا هيطلع معانا بهذا الشكل، وهو ما يعبر عنه بالقيعان ذات الأبراج. داخل هذه القاع في حد ذاتها هتلاقي انه موجود عندنا نماذج انعكاسية منفردة من الشموع اليابانية مثل المطرقة في هذه الحالة، وممكن نبصلها على انها قاع ملقات تويزر ستوب في هذه المنطقة. وكل ما يكون عندك عدد اكبر من النماذج المركبة كل ما تزيد احتمالية عكس الاسعار للاعلى، نقطة دخولي بالشراء هتكون من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. ولو تلاحظ ان المسافة بين اول شمعة واخر شمعة في النموذج قصيرة الى حد ما. المثال الثالث والاخير في محاضرة اليوم كما هو موضح على الشرط نموذج القيعان ذات الابراج تاورز بوتوم، يا ترى هذا الشكل متوفر فيه الشروط ولا لا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. رقم واحد عندي اتجاه هابط، رقم اتنين في نهاية هذا الاتجاه الهابط عندي ما يشبه فعلا نموذج القيعان ذات الأبراج، ودايما هنلاقي نفسنا نحصل عليها من خلال مجموعة من الشموع الانعكاسية موجودة داخل هذه القيعان، وكل ما تكتر هذه الشموع كل ده مكان له دلالة أكبر في عكس الاتجاه. رقم ثلاثة، لو حبينا ندخل بالشراء من خلال هذا النموذج فدخولنا بالشراء هيكون من هذه الشمعة اللي مكتوب عندها ادخل اشتري من هنا. داخل القيعان ذات الأبراج لو تلاحظ موجود عندي شمعة المطرقة وبعدها المطرقة المقلوبة، ودي كلها طبعا زي ما احنا عارفين شموع انعكاسية تحمل دلالات كبرى على عكس الاتجاه. وفي النهاية
أنصحك بمراجعة هذه المحاضرات وفهمها فهما جيدا من خلال التطبيق العملي لجميع النماذج التي درسناها على الحساب التجريبي. عنوان محاضرة اليوم: ماذا تبقى لنا في هذا الكورس؟ سنتناول هذا العنوان بالشرح والتفصيل من خلال الست نقاط الآتية. رقم 1: لو لاحظت في المحاضرات السابقة كيف بدأنا شرح نماذج الشموع اليابانية الإنعكاسية من البداية، بدأنا بشرح النماذج المكونة من شمعة واحدة مثل خط الحزام الحاجز بيلت هولد لاين، وقلنا أنه ينقسم إلى بيريش بيلت هولد لاين وبوليش بيلت هولد لاين والموجة العالية هاي ويف والمطرقة هامر والرجل المعلق هانجينج مان والمطرقة المقلوبة انفيرتد هامر ونجمة المساء شوتينج ستار. رقم 2: شرحنا النماذج المكونة من شمعتين مثل النماذج الابتلاعية انجالفينج باترن، وقلنا أنها تنقسم إلى بيريش انجالفينج باترن وبوليش انجالفينج باترن والاختراق بيرسينج باترن وغطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر والهرامي هرامي باترن وهرامي كروس أو كروس هرامي والهجوم المضاد كونتر أتاك، وقلنا أنه ينقسم إلى بوليش كونتر أتاك وبيريش كونتر أتاك وبرج القمة تاور توب وبرج القاعدة تاور بوتوم وملقات القمة تويزرز توب وملقات القاعدة تويزرز بوتوم. رقم 3: وشرحنا النماذج المكونة من 3 شمعات وهي دوجي نجمة دوجي ستار، نجمة الصباح مورنينج ستار، نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، نجمة المساء إيفنينج ستار، نجمة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار، والغربان الثلاثة 3 بلاك كراوس والجنود الثلاثة 3 وايت سولدرز. عرفنا أن كل الأنماط السعرية السابقة سواء المكونة من شمعة واحدة أو من شمعتين أو 3 شمعات هي أشكال إنعكاسية أي عاكسة للاتجاه، وهو ما يهم بالدرجة الأولى كل متابع لاتجاه الأسعار، حيث يشغله في المقام الأول مراقبة السوق للكشف عن أي إشارة تنذر بتغيير الاتجاه. رقم 4: المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نشرح الدوجي بجميع أنماطه وأشكاله وأنواعه وخصائصه وكيفية استخدامه مع النماذج الأخرى في التداول. رقم 5: سوف نتكلم فيما بعد عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية. أما رقم 6 نأتي للجزء الأهم وهو معرفة مواطن استخدام الشموع اليابانية مع أنماط التحليل الفني الأخرى مثل موجات إليوت والدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه إلى آخره. عنوان محاضرة اليوم: أنواع الدوجي وتأثيره على حركة الأسعار. أولا، ما معنى شمعة الدوجي؟ الدوجي هو عبارة عن شمعة يكون فيها سعر الفتح مطابق تماما سعر الغلق مع وجود غلال متفاوتة في الطول، كما توجد شموع أخرى شبيهة بالدوجي وتعتبر لها نفس خصائص الدوجي والتأثير على الأسعار، إلا أنها تكون غير مثالية. وهناك معلومات عامة هامة تشترك فيها جميع أنواع الدوجي. رقم 1: ظهور الدوجي بعد اتجاه سعري واضح يدل على الحيرة، واحتمالية الانعكاس تعتمد على الشمعة التي بعد الدوجي. ما معنى هذا الكلام؟ تخيل معي اتجاه صاعد ثم تشكلت معي شمعة الدوجي. ما معنى الدوجي في اللحظة التي يتشكل فيها؟ في هذه اللحظة الدوجي يعبر عن الحيرة ومسار غير واضح للأسعار وكل شيء محتمل الحدوث بعد الدوجي، لكن بتبقى فيه احتمالية للإنعكاس أكتر من الاستمرار، وتعتمد هذه الاحتمالية على الشمعة التي تأتي بعد شمعة الدوجي. يعني الشمعة التي تأتي بعد الدوجي هي التي سوف تفصل في الموضوع، وهي اللي هتعرفني إذا كان فيه احتمالية للإنعكاس أو لا، وتسمى شمعة التأكيد. إذا رجعت وأغلقت أسفل ظل شمعة الدوجي، هنا بيكون عندي احتمالية أكبر للإنعكاس إلى أسفل، ويتغير الاتجاه من صاعد إلى هابط، بينما إذا ارتفعت وأغلقت فوق الظل العلوي لشمعة الدوجي
في هذه الحالة يكون عندي احتمالية لاستمرار الاتجاه على ما كان عليه وهو الصعود. رقم 2، إذا أغلقت الشمعة الموالية للدوجي بعده وفي نفس الاتجاه السابق، فهنا يدل على الاستمرار المحتمل والعكس صحيح. يعني إذا كان عندي اتجاه صاعد وجاءت شمعة الدوجي والشمعة التي جاءت بعده أغلقت فوقه، بمعنى أنها مشابهة للاتجاه السابق، في هذه الحالة بيكون عندي احتمالية أكبر للاستمرار والعكس صحيح. في حالة النزول، إذا تشكل معي شمعة الدوجي وبعدين جت شمعة أغلقت تحت شمعة الدوجي، هنا بيكون عندي احتمالية أكبر في الاستمرار وليس في الانعكاس. رقم 3، ظهور الدوجي عند القمم يعطي دلالة انعكاسية أكبر من تواجده عند القيعان. معنى هذا الكلام أن الدوجي ممكن نلاقيه موجود في القمم وممكن نلاقيه موجود في القيعان، مفيش أي مشكلة، لكن لاحظنا على الشرط أن وجوده في القمم يعطي احتمالية على الانعكاس بشكل قوي، وهذا الكلام ينطبق على جميع أنواع الدوجي اللي هندرسها. رقم 4، الدوجي يلعب دور مهم جدا كمستوى دعم ومقاومة. يعني المستويات اللي بيكون فيها دعم ويجي عندي فيها دوجي، هذه ممكن جدا تعكس الأسعار وترتد الأسعار من عندها إلى أعلى ويتغير الاتجاه من هابط إلى صاعد. ونفس الشيء في أماكن المقاومة، إذا شكل السعر دوجي عند مستويات المقاومة فده برضو بيدي احتمالية كبيرة للارتداد إلى أسفل وعكس الاتجاه من صاعد إلى هابط. رقم 5، ودي نقطة مهمة جدا، وهي إذا ظهر الدوجي بعد سلسلة من الشموع الصغيرة جدا يفقد معناه إلى حد ما، وتصبح الفائدة منه تكاد تكون منعدمة. في هذه الحالة مش هقدر اعتبره انه بيدل على الحيرة ولا هيعكس الاتجاه ولا هيخلي الاتجاه يستمر زي ما هو ام لا. هذا يعني اني لو كان عندي اتجاه صاعد وبعدين بدأت الاحظ ان الشموع اصبحت اجسامها صغيرة جدا ويتخللها دوجي، في الحالة دي مش هقدر احكم على الدوجي على انه اشارة انعكاسية او اشارة استمرارية. في هذه الحالة يفضل ان احنا ننتظر السعر يتعدى هذه الشموع ويصبح فيه زخم عشان نقدر ناخد قرار من خلال شمعة الدوجي. هذا الكلام معناه انه مهم جدا ان انا اشوف الدوجي بعد شموع كبيرة، في هذه الحالة بيكون له تأثير واهمية. انما لو كان بعد سلسلة من الشموع القصيرة الصغيرة، في هذه الحالة يفقد معناه ويفقد دلالته. رقم 6، النقطة الأخيرة في المعلومات المشتركة لجميع شموع الدوجي، أن الدوجي على الفواصل الزمنية الأقل من 30 دقيقة يعد بلا جدوى. يعني إذا كنت تتداول على فريم ربع ساعة أو 5 دقائق أو حتى دقيقة، مش هتقدر تحكم على الدوجي كنقطة دخول. أنا في الحالة دي ممكن أحلل باستخدامه، بس ما اقدرش في الفريمات اللي اقل من نص ساعة اعتمد عليه كنقطة دخول واتداول من بعده. طيب، ما هي انواع الدوجي في الشموع اليابانية؟ عندنا 3 انواع من الدوجي. الاختلافات بينها تكون على مستوى الشكل فقط وليس على مستوى المضمون. النوع الاول يسمى الدوجي طويل السيقان، لونج ليج الدوجي. اهم ما يميزه ان طول الظل العلوي والسفلي طويلان بشكل كبير جدا مقارنة بفتح وإغلاق جسم الشمعة. يعني لو لاحظنا أن مستويات الظلال فوق وأسفل جسم الدوجي تكون طويلة جدا وبشكل واضح، وأحيانا يستثنى أحد الظلين من الطول. يعني مش شرط يكون كل من الظلان طويلان، المهم بيكون أحدهما طويل وليس بالشرط أن يتساوى كل من الظلين في الطول، لكن في الحالة المثالية بيكون كل من الظلين طويلين. في حالة خاصة للدوجي طويل السيقان،
وبنعتبرها لها نفس الخواص في التحليل الفني، وهي أن الظلان يكونان طويلان جدا، ولكن بدلا من أن يغلق السعر على نفس المستوى في الحالة الأولى، هنلاقي الشمعة في الحالة دي لها جسم واضح إلى حد ما، لكنه صغير بالمقارنة بذيول الشمعة. هذه أيضا تعتبر شمع الدوجي طويل السيقان بغض النظر عن اللون، ممكن نعتبرها غير مثالية لكنها شمع الدوجي طويل السيقان. في حالة ما إذا تساوى طول الظلال والإغلاقات حصلت في المنتصف السعري سواء في الحالة المثالية أو غير المثالية، تسمى في الشموع اليابانية باسم رجل الركشة، وأحيانا تسمى بالموجة العالية هاي ويف، وهي مجرد مسميات. أهم حاجة أعرف مفهوم الدوجي وتأثيره على حركة الأسعار. النوع الثاني هو ما يعرف بدوجي شاهد القبر جريفستون دوجي. هذا الدوجي مميز جدا ونادر في نفس الوقت. أهم ما يميزه أنه يتساوى فيه أسعار الشمعة في الفتح والإغلاق مع أدنى سعر في الشمعة، وهذا يعني أنه لا يوجد أدنى مستوى وصل إليه السعر. أدنى مستوى وصل إليه السعر بيساوي سعر الفتح بيساوي سعر الإغلاق. هذا النموذج نادر إلا أنه يحمل دلالة إنعكاسية كبيرة جدا، وخاصة إذا جاء بعد اتجاه صاعد بنعتبره إنعكاسي بدرجة كبيرة جدا. يعني لو كان عندي اتجاه صاعد وظهر دوجي شاهد القبر، ففي احتمالية كبيرة جدا لعكس الاتجاه من صاعد إلى هابط، ولكن برضو مهم جدا إن احنا نستنى الشمعة التي تغلق بعد الدوجي. إذا أغلقت أسفل منه بعد اتجاه صاعد، فهذا معناه أنه فيه احتمالية لعكس هذا الاتجاه من صاعد إلى هابط، بينما إذا أغلقت أعلى منه فهذا فيه دلالة على الاستمرار في نفس الاتجاه الصاعد إذا كان الاتجاه الأول اتجاه صاعد. هذه المعلومات سوف تساعدنا كثيرا فيما بعد لما نتعرض لمحاضرة الكسور الكاذبة والكسور الصحيحة. في ملحوظة مهمة جدا أحب أقولها، إذا عكس وضع نموذج شاهد القبر يصبح اسمه دراجون فلاي دوجي أو شمعة الدبور أو الدبور الطائر. النوع الثالث والأخير من شموع الدوجي هو دوجي ثلاثي النجوم ترايستار دوجي، وهو عبارة عن ثلاث شموع دوجي تأتي وراء بعض، وكما هو موضح على الشرط دي تعتبر الحالة المثالية له، يعني مش مهم نوعها، ممكن هذه الشموع تيجي من أي نوع من الأنواع اللي احنا اتكلمنا عنها. المهم أن مجيء هذه الشموع وراء بعض تعطي دلالة قوية جدا على انعكاس الأسعار، وهي كما قلنا نموذج نادر، يعني نادر جدا إنك تلاقي ثلاث دوجي وراء بعض بكامل الصفات بيكون فيها سعر الفتح بيساوي سعر الغلق، ولكن في المعهود في هذا النموذج على الشرط إنك تلاقيه مشترك وتلاقيه بيتكون من كذا نوع من أنواع الدوجي. والآن مع أمثلة عملية على الشرط كتطبيق على شمعة الدوجي بجميع أنواعها. طيب لو حبينا ناخد أمثلة تطبيقية على هذا النموذج، لو تلاحظ معي في هذه المنطقة عندي دوجي أو ما يسمى بشبيه الدوجي لكن يعتبر دوجي، والذي يفصل في اعتباره دوجي أم لا هو طول الظلال. كل ما كانت الظلال طويلة بالمقارنة بجسم الشمعة، كل ما كان عندي صلاحية لاعتبار الشمعة دوجي وممكن تسبب انعكاس في الاتجاه. ولو تلاحظ انه كان عندي اتجاه صاعد ثم تشكل معي دوجي في هذه المنطقة السعرية، طيب عشان اتداول لازم استنى الشمعة التي تغلق بعد الدوجي. لاحظ انه عندما اغلقت هذه الشمعة فوق المستويات العلوية للدوجي اصبح الاتجاه استمراري وكمل صعود الى اعلى في نفس الاتجاه بدون اي مشاكل. اهم حاجة استنى شمعة التأكيد اللي بتيجي بعد الدوجي، يعني اذا كان الاتجاه صاعد وجاءت امامي شمعة الدوجي مثالي في هذه الحالة، هنا انا مش هقدر احكم انه سوف يعكس الاتجاه ام لا، عشان كده
أنا لازم أستنى أشوف الشمعة اللي هتيجي بعد شمعة الدوجي هيكون موقفها إيه؟ إذا أغلقت هذه الشمعة فوق هذا المستوى، أي فوق الظل العلوي لشمعة الدوجي، فده بيديني تأكيد على استمرار الصعود، لأن الاتجاه اللي كان قبل الدوجي كان صعود، وحدث معي إغلاق فوق الحد العلوي لشمعة الدوجي، عشان كده توقعنا الصعود وفعلا صعد السعر لأعلى. ولو بصينا على المثال ده هنلاقي بعدين استمر معي هذا الصعود وتشكل معي نموذج الرجل المشنوق هانجنج مان في هذه المنطقة، ثم شمعة صغيرة جدا، ثم جاءت شمعة الدوجي. يبقى عشان أدخل صفقة صحيحة أستنى أشوف الشمعة اللي هتغلق بعد الدوجي، زي المثال اللي قدامي ده، الشمعة التي جاءت بعد الدوجي هلاقيها أيضا شمعة رجل مشنوق هانجنج مان، ثم شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل السفلي للدوجي أكدت لي فعلا أن هذا الاتجاه سوف يستمر في الهبوط. طيب، ممكن حد يسأل سؤال، هل أعتمد في دخولي بالبيع على الشمعة التي تغلق تحت أدنى مستوى لظل شمعة الدوجي أم تحت ظل شمعة الرجل المشنوق؟ في كلتا الحالتين مفيش مشكلة، يعني ممكن أعتمد على نقطة دخولي بالبيع سواء أغلقت الشمعة تحت أدنى ظل شمعة الدوجي أو تحت أدنى ظل شمعة الرجل المشنوق، كلاهما صحيح. وكمان من باب المراجعة على نماذج أخرى درسناها، أفكرك أن أنا عندي هنا في نفس المستوى وفي نفس المنطقة نموذج قمة ملقاط ويزرستوب، وهو أيضا نموذج عاكس للاتجاه. إذا جميع هذه العوامل المجتمعة في هذه المنطقة أدت إلى عكس الاتجاه، وواضح أنه انعكاس قوي جدا نظرا لتجمع عدة عوامل ونماذج عاكسة للاتجاه، سواء الدوجي أو الرجل المشنوق أو قمة الملقاط. المثال التالي، لو تلاحظ معي في هذا المثال، في هذه المنطقة التي عليها شكل بيضاوي تشكل معي شمع الدوجي مثالية جدا، وممكن تلاقيها على الشرط لونها مختلف، مش شرط تكون أحمر أو أخضر. طيب، عشان أتداول بعد ظهور شمعة الدوجي لازم أستنى الشمعة التي تيجي من بعده، وواضح أنها أغلقت فوق الظل العلوي لشمعة الدوجي، عشان كده حصل عندي انعكاس في الأسعار من هبوط إلى صعود. عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء مع المشترين بس بعد شمعة التأكيد التي أغلقت فوق مستوى ظل شمعة الدوجي. وهناك ملحوظة مهمة جدا، الدوجي إذا ظهر عند مستويات دعم أو مقاومة فبيكون ده مهم جدا ويديني دلالة أكبر على عكس الاتجاه. وزي ما احنا شايفين على نفس المثال ده، الدوجي موجود عند منطقة دعم قوية، والشمعة الموالية له أغلقت فوق الظل العلوي لشمعة الدوجي، عشان كده حصل عندي انعكاس في الاتجاه بشكل قوي جدا. المثال التالي على نفس الشرط، لو تلاحظ تكون عندي مرة أخرى شمعة دوجي. طب ليه أنا اعتبرتها دوجي؟ على الرغم من أن ظلها العلوي غير طويل بالمقارنة بظلها السفلي وجسمها إلى حد ما غير صغير، لأن شمعة الدوجي طويلة الصقال ليج الدوجي، ليس شرطا أن يكون كلا من الظلين طويل جدا، يكفي أن يكون أحد الظلال طويل بشكل مبالغ فيه بالمقارنة بجسم الشمعة. حتى كمان لو تلاحظ أن الظل العلوي أكبر من جسم الشمعة، على هذا الأساس أنا اعتبرته دوجي بدون أي مشاكل. وزي ما قلنا، شمعة التأكيد اللي جت بعد كده لما أغلقت فوق مستويات الحدود العلوية للدوجي فالسعر كمل في الاتجاه اللي كان قبل الدوجي، وهو الصعود بدون أي مشاكل. وده حاجة مهمة جدا لازم أكون ملاحظها كويس عشان أعرف أستخدم الدوجي أثناء التحليل، وبناء عليه أقدر أتداول وأدخل صفقات. المثال التالي على نفس الشرط، لو تلاحظ تكون عندي في هذه المنطقة دوجي بعد اتجاه هابط، حتى لو كان هذا الاتجاه قصير مفيش أي مشكلة، يعني في هذه الحالة الاتجاه قصير ماينر ترند عبارة عن تصحيح مقارنة بالاتجاه العام السابق، ولكن لما بصله في الماينر ترند هلاقي اتجاه هابط ظهرت في نهايتي شموع دوجي عكست الاتجاه وخلت الأسعار تصعد أعلى. أما المثال التالي على نفس الشرط، هذه هي الشمعة اللي كنت أحب أنبه عليها، هذه المنطقة لو تلاحظ اتشكل معي دوجي فيها
ولكن السعر لم ينجح في الإغلاق أسفل الظل السفلي للدوجي، وبالتالي لم يحدث الانعكاس. بينما بمجرد أن أغلقت الشمعة الخضراء فوق الظل العلوي للدوجي كمل استمرار الأسعار في الصعود بدون أي مشاكل. ولكن أهم حاجة عايز أقولها في هذا المثال إن أنا عايزك تبص على الشمعة الصغيرة جدا الموجودة في هذه المنطقة. هذه هي شمعة شاهد القبر جريفستون دوجي، بعده لو تلاحظ جد شمعة الشهاب شوتينج ستار، ومن بعد كده الاتجاه هبط هبوطا قويا إلى أسفل وحدث نزول حاد في الأسعار. أما المثال التالي بعد هذا النزول الحاد حدث صعود في الأسعار مرة أخرى نتيجة وجود المطرقة المقلوبة inverted hammer، وهي نموذج عاكس للاتجاه من هابط إلى صاعد. بس لو بصيت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد هتلاقي يتكون عندي نموذج ثلاثي النجوم أو الدوجي ثلاثي النجوم. في هذه الحالة لو تلاحظ كان عندي اتجاه صاعد ثم تكون عندي ثلاثة شموع للدوجي طويلة السيقان، بما أنهم ثلاثة نجوم ورا بعض فأنا بالنسبة لي كده تكون عندي نموذج ثلاثي النجوم. حتى لو هذه الدوجي ليست مثالية بنسبة 100% لكن أنا بما أنها تعتبر دوجي فيبقى النموذج صحيح. فسواء لقيتها بنفس الشكل أو بشكل مختلط من نجوم الدوجي بمجرد أنهم يجوا ورا بعض فده بالنسبة لي نموذج انعكاسي، وأتوقع من بعده انهيار في الأسعار، وخصوصا إذا كان موجود في قمة. كمان لو تلاحظ أن السعر كان في اتجاه صاعد ثم تكون عندي هذا النموذج نموذج ثلاثي النجوم هبط السعر بعده مباشرة، ممكن تدخل مباشرة صفقة بيع، ويفضل أنك تستنى شمعة التأكيد التي تغلق تحت الظل السفلي لجميع مستويات شموع الدوجي ثلاثي النجوم. عنوان محاضرة اليوم النوافذ أنواعها وتأثيرها على الأسعار. النوافذ تعتبر من النماذج الاستمرارية وهي غير عاكسة للاتجاه، ويعتبر هذا النموذج هو النموذج الأول من النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية، تعرف في التحليل الغربي باسم الفجوات جابس. وفي حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها ان احنا هنتكلم عن معلومات عامة هامة تطبق على جميع انواع النوافذ او الفجوات التي سوف ندرسها فيما بعد، حتى الحالات غير المثالية التي قد تصادفنا اثناء التداول ينطبق عليها جميع القواعد اللي هنقولها حالا دلوقتي. اولا تعريف النافذة، هي عبارة عن فجوة في الاسعار ما بين اعلى سعر في شمعة وسعر في الشمعة التالية لها إذا كان الاتجاه صاعدا، أو ما بين أدنى سعر في شمعة وأعلى سعر في الشمعة التالية لها إذا كان الاتجاه هابطا، أي أن سلسلة الأسعار تكون متقطعة وغير متصلة يفصل بينها فراغ سعري لم يتم التداول فيه. والمتوقع بعد فتح النافذة أن تستكمل الأسعار سيرها في اتجاه النافذة نفسه، والنافذة تعتبر منطقة دعم أو مقاومة، وكلما زاد حجم النافذة زادت أهميتها، مع الأخذ في الاعتبار توقيت حدوث النافذة، أي أنها تكون إما إلى أعلى أو إلى أدنى. ما معنى هذا الكلام وما هو تفسيره؟ يعني بيكون عندي مثلا اتجاه معين وتغلق شمعة في مستوى معين، الشمعة التي تأتي بعدها بدلا من أن تفتح من هذا المستوى فإنها لا تفتح منه وتترك مسافة فارغة بين هذا المستوى وبين المستوى اللي هترجع تفتح من عنده من أول وجديد، كما هو موضح في الشكل. الشمعة سابت مسافة فارغة جاب ثم فتحت من أعلى هذه المسافة وعملت لنا ما يطلق عليه النافذة في التحليل الفني الياباني، أو ما يطلق عليه جاب أي فراغ سعري في التحليل الفني الغربي. ثانيا النافذة ويندو أو الفجوة السعرية جاب من الدرجة الأولى تحمل دلالة على استمرار الاتجاه السابق كما هو موضح عندي في هذا المثال. الاتجاه السابق صاعد وبعد أن فتحت النافذة استمر هذا الاتجاه في الصعود. في كتير من المتداولين لما يشوفوا فجوة سعرية
يفكر إنها نموذج إنعكاسي وإنه هيكون بعده إنعكاس في الأسعار. طبعاً لا، ده مش هيحصل، وده خطأ كبير جداً يقع فيه كتير من المتداولين وخاصة المبتدئين منهم. صحيح في حالات ممكن يكون فيها انعكاس هنعرفها فيما بعد، لكن القاعدة العامة في حالة ظهور النافذة أو الجاب هو الاستمرارية لنفس الاتجاه اللي كانت عليه، أي أن الهدف الأساسي للنوافذ والقاعدة الأساسية لها هو أنه يعطي دلالة على الاستمرار، وخصوصا إذا كانت النافذة بعد اتجاه سابق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا بيكون عندي اتجاه صاعد والفجوة السعرية حصلت في الأعلى ولم تحدث في الأسفل. في هذه الحالة وفي معظم الحالات التي تدل على الاستمرار، طبعا هذه المعلومة لازم المتداول يخليها دايما نصب عينيه عشان ما يتلخبطش في الفجوات السعرية. ثالث معلومة مهمة وتنطبق على جميع أنواع النوافذ، أن النافذة هي منطقة دعم ومقاومة قوية جدا جدا، وده هو السبب اللي بيخليها استمرارية في معظم الحالات. يعني بشكل مبسط، لما نشوف هذه الفجوة السعرية بعد اتجاه صاعد مثلا ويفتح السعر بالأعلى، فهذه المنطقة تصبح منطقة دعم مهمة جدا للاستمرار في نفس الاتجاه، وده من أقوى الأسباب اللي بيخليها من النماذج المهمة جدا في عملية الاستمرار. أما المعلومة الرابعة، أنه من طبيعة الأسعار محاولة إغلاق النافذة كنوع من أنواع التصحيح، ويمكن استغلال هذا في المتاجرة مؤقتا. يعني في الواقع بنشوف كتير من المتداولين لما يشوف السعر صعد لهذا المستوى وبعدين فتح بفجوة سعرية للأعلى، تلاقيه مباشرة يدخل صفقة بيع على أساس أن السعر سوف ينعكس، على أساس أنه هيفكر أن البائعين هيتدخلوا بالبيع لسد هذا الجاب أو لسد هذه النافذة. بس في حوالي 80% من الحالات السعر يغلق النافذة ويكمل في نفس الاتجاه ولا ينعكس. عشان كده أنصح المتداول أنه ما يعملش زي كتير من المتداولين اللي بيعملوا كده، وهو أنهم بيدخلوا بالبيع إلى أن تغلق الفجوة السعرية. ومعنى إغلاق الفجوة السعرية أن السعر يصل إلى إغلاق لجسم الشمعة اللي كانت موجودة قبل ما تحصل الفجوة السعرية، وهذا هو معنى إغلاق النافذة أو إغلاق الفجوة السعرية. يعني ممكن شمعة تفتح من هذا المستوى وبعدين السعر ينزل 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 لغاية ما يغلق عند غلق الشمعة اللي كانت موجودة قبل الفجوة السعرية. بالنسبة لي، طالما أن الجسم النازل في حالة الارتداد وصل لجسم الشمعة، فكده بيكون تم إغلاق الفجوة السعرية. لكن اللي يهمني من هذه الملحوظة، إنك لو فكرت التاجر على اتجاه الفجوة السعرية، حاول ما تطمعش كتير، لأنه افتكر دايما أن هذه الفجوة السعرية خصوصا إذا كانت بعد اتجاه فهي تدل على الاستمرار في نفس الاتجاه أكتر مما تدل على الانعكاس. يعني لو حصل ده عندك ما تدخلش صفقة طويلة الأجل. النقطة الخامسة هي أن استمرار ضغط الأسعار بعد إغلاق النافذة يعطي احتمالية للإنعكاس. يعني زي ما قلنا في البداية، الفجوة السعرية أساسا دلالتها العامة الاستمرار، لكن إذا كان عندي شمعة بيعية أغلقت عند هذا المستوى، أي مستوى إغلاق الشمعة الخضراء التي قبل النافذة، في هذه الحالة كده خلاص تعتبر النافذة تم إغلاقها. وإذا استمر ضغط البائعين أكتر وأغلقت تحت هذه الشمعة الخضراء، هنا ممكن نقول باحتمالية الإنعكاس. لكن أحب أأكد دايما أن الفجوة السعرية هي منطقة دعم أو مقاومة مهمة جدا، فإغلاق الفجوة السعرية بدون استمرار ضغط من البائعين هيخلي الأسعار تكمل في الاتجاه اللي كانت ماشية فيه قبل الفجوة السعرية. يعني ملخص اللي قلناه، إمتى تصبح النافذة عاكسة للاتجاه؟ لما يكون عندي إغلاق تحت آخر شمعة موجودة قبل النافذة، سواء بشمعة أو اتنين أو تلاتة. النقطة السادسة وهي أن ظهور نموذج إنعكاسي عند النافذة
يتطلب إغلاق الفجوة السعرية واستمرار الضغط حتى يفعل هذا النموذج، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ في الدروس السابقة عرفنا أن النموذج الانعكاسي يدل في معظم حالاته على عكس الاتجاه إذا تحققت شروط معينة، ولكن في حالة خاصة، هذه الحالة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي تطبق على جميع النماذج الانعكاسية، وهي في حالة ما إذا تشكل نموذج انعكاسي بعد فجوة سعرية. طيب هنشرح الكلام ده من خلال هذا المثال. تخيل معي اتجاه صاعد، وبعدين حدثت عندي فجوة سعرية، ثم حدثت أول شمعة بعد الفجوة السعرية، والشمعة اللي جت بعدها مع اللي قبلها عملت نموذج ابتلاعي انجلفنج باترن. في هذه الحالة، أي في حالة النموذج الابتلاعي، احنا قلنا ان احنا ممكن نبيع من هذه المستويات مثلا في غياب الفجوة السعرية، لكن لما يكون عندي فجوة سعرية يصبح هذا النموذج غير مفعل ولا يمكن تفعيله لغاية ما يتم إغلاق النافذة لأسفل ويستمر الضغط حتى أسفل النموذج. ساعتها ممكن أفعل النموذج وأبيع استنادا إلى النموذج الابتلاعي الإنعكاسي. هذا يعني أنه إذا تشكل عندي نموذج إنعكاسي بعد فجوة سعرية، فأنا عشان أدخل صفقة بيع واحكم على ان الاتجاه فعلا انعكس، لازم اشوف شمعة تغلق تحت الفجوة السعرية، او بمعنى اصح تحت اخر شمعة كانت قبل الفجوة السعرية، عشان افعل النموذج الانعكاسي وادخل صفقة بيع بعد اغلاق هذه الشمعة تحت اخر شمعة في بداية الفجوة السعرية. اما النقطة السابعة والاخيرة، هي انه إذا ظهرت الفجوة في عكس الاتجاه السابق، هنا أقدر أحكم على دلالة هذه الفجوة أنها دلالة إنعكاسية، وتصبح فجوة عاكسة للاتجاه بشرط استمرار الضغط في اتجاهه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ في الشكل اللي قدامي ده، تخيل إن الاتجاه كان صاعد، فبدل ما تصبح الفجوة السعرية في نفس الاتجاه السابق، هتبقى عندي في الحالة دي تمشي في عكس الاتجاه لتصبح عندي فجوة من أسفل هنا، وشمعة تفتح من هذا المستوى ثم يحدث النزول هنا. نعم، ممكن نقول إن الفجوة السعرية أصبحت إنعكاسية. لماذا؟ لأنه في الحالة دي هتلاقيها جزء من نماذج الشموع اليابانية الإنعكاسية، مثلا نموذج النجوم. طبعا إحنا عارفين في نموذج النجوم أنه يكون فيه فجوة قبله وفجوة بعده، ده بالنسبة لشمعة المنتصف. وما تنساش أن نموذج النجوم زي الشوتينج ستار والمورنينج ستار والدوجي شوتينج ستار والدوجي مورنينج ستار يتكون من ثلاث شمعات. بالنسبة لي شمعة المنتصف هي اللي بيكون فيها فجوة قبلها وفجوة بعدها، وبالتالي لما تكون الفجوة السعرية في نماذج النجوم أسفل من شمعة المنتصف، هنا بيكون في احتمالية كبيرة للإنعكاس. لكن لما تكون في نفس الاتجاه السابق، يعني الاتجاه السابق صاعد والفجوة صاعدة ويفتح السعر بعد الفجوة، هنا الاستمرارية بتكون هي الأقرب للحدوث. هذه المعلومات مهمة جدا وتطبق على جميع أنواع النوافذ، عشان كده أنا حبيت أبدأ بيها قبل ما ندخل على أنواع النوافذ. ودلوقتي هنتكلم عن أنواع النوافذ في الشموع اليابانية. بشكل أساسي عندي ثلاث أنواع من الفجوات. الفجوة الأولى تسمى فجوة تاسوكي الصاعدة والهابطة، وشكلها كما هو مبين على الرسم. الفجوة الثانية تسمى مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة والهابطة، وهذا هو شكلها العام كما هو موضح على الرسم. أما الفجوة الثالثة فتسمى فجوة الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة، وهي أيضا شكل من أشكال النوافذ الاستمرارية. هذه الأشكال الموجودة أمامنا هي الأشكال الأساسية العامة في الشموع اليابانية الخاصة بالنوافذ أي الفجوات، وكما قلنا هي نماذج استمرارية تتكون في حالة الصعود أو الهبوط. ممكن تلاقي أثناء التداول أشكال أخرى للفجوات السعرية،
كلها تندرج تحت هذه التصنيفات. وكملاحظة نقولها من البداية أن الفجوة الأولى والفجوة الثالثة وجودهما على الشرط نادر جدا، لكن الفجوة الثانية هتلاقيها على الشرط بشكل كبير جدا، فمهم جدا إن احنا نخلي بالنا منها ونفهمها كويس. وفي نوع كمان ممكن يحول لي الفجوة السعرية إلى شكل انعكاسي بدلا من الاستمراري. هذا النوع سهل وبسيط، هنبقى نشرحه أثناء ما احنا بنشرح الأمثلة العملية على الشرط بعد قليل. ودلوقتي هنحاول نشرح كل فجوة بتفصيل أكتر. هنبدأ بالفجوة الأولى، فجوة تاسوكي الصاعدة والهابطة. يلا بينا دلوقتي نطبق الأحكام والشروط على فجوة تاسوكي الصاعدة. طبعا هتكون بعد اتجاه صاعد، هذه الفجوة تكون في نفس الاتجاه، يعني تحدث في الأعلى، في أعلى آخر شمعة تشكلت معي وليست بالأسفل وإنما في الأعلى. يعني شرطين مهمين هما اتجاه صاعد وفجوة في الأعلى. الشرط الثالث، الشمعة التي تكون بعد النافذة أو الفجوة السعرية تكون في نفس الاتجاه، يعني في الشكل اللي قدامي ده الشمعة اللي كانت قبل الفجوة السعرية كان التفوق فيها للمشترين الثيران، يبقى الشمعة اللي بعد الفجوة لازم برضو يكون التفوق فيها للمشترين حتى نحكم على احتمالية الاستمرار. أما الشرط الرابع إن الشمعة الثانية بعد الفجوة السعرية تكون عكسية وتفتح داخل نطاق الشمعة الأولى وتغلق بعدها أي أسفل منها. يعني لو تأملنا في الشمعة الثانية اللي بعد الفجوة السعرية هتلاقيها فتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أسفل من ذيلها. الشرط الخامس هو أنه لا يحدث إغلاق للنافذة. لو تفتكروا أن احنا قلنا كيف تغلق النافذة، قلنا أن السعر يوصل لجسم الشمعة السابقة وبذلك يكون النافذة قد أغلقت. يعني إذا وصل الذيل للشمعة النازلة إلى مستوى إغلاق الشمعة التي قبل النافذة فيكون كده تم إغلاق النافذة. المهم أن السعر أثناء الجلسة، أثناء ما كانت النافذة مفتوحة، السعر في الهبوط وصل عندي لمستوى إغلاق جسم الشمعة اللي كانت قبل تكون النافذة. طب دلوقتي إمتى يفعل هذا النموذج؟ قالوا لنا في التحليل الياباني أن هذه الشمعة التي تغلق إغلاقها في حد ذاته طالما أنه لم يحدث إغلاق للنافذة، فإغلاق هذه الشمعة في حد ذاته يعتبر هو نقطة الدخول بالشراء إلى أعلى، طالما أن هذه الشمعة أغلقت داخل نطاق النافذة ولم يحدث إغلاق بالكامل للنافذة. المهم أن نقطة الدخول تكون بعد هذه الشمعة. لكن لو المتداول حابب يتريس ويصبر عشان يلاقي نقطة الدخول أحسن وأفضل أمناً، يفضل أنه يدخل بعد الظل العلوي لأول شمعة بعد النافذة، أي أن الشمعة الموالية للشمعة الثانية إذا أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى بعد النافذة، هنا بيكون بإمكاننا أن احنا نشتري باطمئنان أكتر وبأمان أكتر. هذه النقطة مهمة جدا، حاول دايما تفتكرها. طيب إمتى ممكن يفشل نموذج أو لا يفعل أو ممكن نطلع منه بخسارة؟ إذا استمر البيع ورجع إغلاق أسفل من النافذة، أي تحت الشمعة التي تكونت قبل النافذة، أي تحت الذيل السفلي لأول شمعة كانت قبل الفجوة السعرية، فهنا بالنسبة لي النموذج تعطل عن الاستمرار. طيب تعالوا نطبق الشروط والأحكام على فجوة تاسوكي الهابطة. هي تقريبا نفس الشروط السابقة ولكن بتكون بالعكس، يعني بيكون عندي اتجاه هابط، بعدين تحدث فجوة سعرية، وبعد الفجوة السعرية يكون عندي شمعة بيعية حمراء دبابية. يعني الشمعة اللي قبل الفجوة السعرية بيعية حمراء دبابية، والشمعة اللي بعد الفجوة السعرية أيضا حمراء بيعية دبابية، ثم الشمعة التي تلي الشمعة الحمراء الأولى بعد الفجوة السعرية تكون شمع الثيران خضراء شرائية،
افتتاحها يكون داخل نطاق الشمعة الأولى، وإغلاقها يكون بعد هذه الشمعة. الشرط الأساسي عندي هنا هو إن ما يحصلش إغلاق للنافذة، بمعنى أن الشمعة الثانية اللي بتكون بعد الفجوة السعرية ما توصلش لمستويات إغلاق الشمعة الأولى اللي كانت قبل الفجوة السعرية أو قبل النافذة. وزي ما قلنا عندي حالتين للتداول، إما مع إغلاق الشمعة الشرائية عند هذه المستويات، أو الأفضل إن أنا استنى إغلاق الشمعة الثالثة أسفل من الظل السفلي للشمعة الأولى اللي كانت أسفل الفجوة السعرية. من هذه المنطقة بإمكاني أدخل صفقة بيع، وزي ما قلنا إن هذا النموذج يعتبر نادر ومش هنشوفه كتير على الشارت. أهم حاجة نعرف شكله، ولو قابلنا نعرف إزاي نتعامل معاه. طيب دلوقتي يلا بينا نروح للنوع التاني من الفجوات والنوافذ، وهو ما يعرف باسم مناورات فجوتي الأسعار. هذا النموذج بيتكرر معانا كتير على الشارت، مهم جدا إن احنا نعرفه ونعرف إزاي بنتداول بيه. أولا مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة، ما هي الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج؟ رقم واحد، أول شرط عندي أن يكون عندي اتجاه صاعد. رقم اتنين، يكون عندي مجموعة عبارة عن سلسلة من الشموع الصغيرة ورا بعض وبشكل متتالي، زي ما احنا شايفين كده على الشرط التعليمي. عندي شوية شموع ورا بعض في هذه المنطقة، غالبا ما بيكون عددها اتنين تلاتة او اكتر، ما يزيدش عن اربعة، لكن بتلاقيها واخدة الشكل الافقي اللي احنا شايفينه ده. اما الشرط الثالث، بعد هذه الشموع الصغيرة اللي جت ورا بعضها، تلاحظ ان الفجوة تأتي بنفس الاتجاه السابق، يعني الفجوة عمرها ما هتكون في الاسفل. يعني بيكون عندي اتجاه صاعد، ثم مجموعة من الشموع الصغيرة اللي ورا بعض بشكل عرضي، ثم الفجوة السعرية التي تحدث أعلى منهم، وبعدين الشمعة الموالية اللي بتيجي بعد الفجوة السعرية هي اللي بتشكل لي مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة، وهي اللي تعتبر نقطة الدخول اللي ممكن نشتري بعد إغلاقها. إذن الشرط الأساسي في فجوتي الأسعار الصاعدة أن الفجوة تتكون عندي بعد حركة عرضية لمناورات الشموع. ولما نقول حركة عرضية يبقى ده معناه أنها غير واسعة وغير كبيرة، يعني عدد شموع 2 3 4 بالكتير، تيجي بعدهم فجوة من أعلى، ثم الشمعة الموالية للفجوة السعرية إذا كانت في نفس الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، كده يعتبر النموذج صحيح. ملخص ما قلناه، كان عندي اتجاه شرائي والشمعة اللي بعد الفجوة السعرية أغلقت والمشترين هم اللي كسبانين، فكده يعتبر نموذج استمراري وليس انعكاسي. نفس الشروط والأحكام تطبق على نموذج مناورات فجوتي الأسعار الهابطة، ولكن بالعكس، بيكون عندي اتجاه هابط ثم يحدث معي سلسلة من الشموع المتتالية اللي أجسامها صغيرة، يغلب عليها الحركة العرضية، بعدها الفجوة السعرية تحدث للأسفل، وكمان الشمعة اللي بتتكون بعد الفجوة السعرية تكون في نفس الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، وبالتالي هذه الشمعة هي اللي بتديني إشارة بالدخول بعد إغلاق الشمعة البيعية اللي جت بعد الفجوة السعرية. والآن ننتقل إلى النوع الثالث والأخير من النوافذ السعرية الاستمرارية، وهو ما يعرف باسم الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الصاعدة والشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الهابطة. علما بأن هذا النموذج أيضا نموذج نادر الوجود على الشارت مثل النموذج الأول، بس مهم جدا إن احنا نعرفه ونتعلمه، لأن ممكن في أي وقت نصادفه على الشارت بطريقة أو بأخرى. أولا بالنسبة لنموذج الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الصاعدة، نطبق الشروط والأحكام. هنلاقيه رقم واحد، يأتي بعد اتجاه صاعد واضح. اتنين، تحدث الفجوة السعرية للأعلى. تلاتة، الشمعة اللي بتكون قبل الفجوة السعرية بتكون شمعة طويلة وفيها زخم. أربعة، إنه يكون عندي شمعتين بعد الفجوة السعرية، كلاهما شمعتين شرائيتين خاصتين بالثيران.
الشمعة الأولى بعد الفجوة تغلق بشكل عادي، والشمعة اللي بعدها يكون لها نفس الافتتاح بالتقريب، والإغلاق يكون مقارب لإغلاق الشمعة الأولى، يعني تقريبا متماثلتين إلى حد ما في الافتتاح والإغلاق. وكلما كان الافتتاح متطابق كل ما يكون النموذج صح بنسبة 100%. الإغلاق يوجد فيه بعض المرونة، حتى لو تعدى مستوى إغلاق الشمعة الأولى الشمعة الثانية أو العكس مفيش مشكلة، يظل النموذج صحيح ويدل على استمرار الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية. ثانيا، نفس الشيء بالنسبة للشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة اللي بتكون في الاتجاه الهابط، لكن في معظم الحالات بيكون الاختلاف في الشمعتين اللي بعد الفجوة، وهنعرف ليه. طيب نراجع كمان مرة مع بعض الشروط. بيكون عندي اتجاه هابط، ثم تكون عندي شمعة حمراء بيعية دبابية بزخم، ثم تحدث معي فجوة سعرية للأسفل. بعد الفجوة السعرية يحدث معي شمعتين لهما تقريبا نفس سعري الافتتاح ونفس سعري الإغلاق، لكن في الاتجاه الهابط يكون في معظم الحالات شمعتين ثيران وليس بائعين، وده عكس النماذج اللي احنا كنا بنتكلم عنها. كنا بنقول في النماذج السابقة أن الشموع التي تتكون بعد النافذة في الاتجاه الهابط تكون مشابهة للشموع اللي كانت موجودة قبل النافذة، لكن في هذا النموذج على وجه التحديد وفي الجزء الهابط منه غالبا ما هنلاقي أن الشموع بتكون ثيرانية شرائية لونها أخضر، وطبعا لو كانت بيعية حمراء دبابية مفيش أي مشكلة، ولكن احنا بنقول في النموذج ده بالذات في معظم الحالات بتكون ثيرانية خضراء شرائية، ثم بعدها يحدث الهبوط. وطبعا زي ما قلنا ان النموذج ده برضو نادر جدا. طبعا في الحالة دي بيكون الدخول اما من هذا المستوى او ان انا استنى اغلاق اسفل الظلال ونقوم بالبيع، وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء النظري بهذا الدرس، والآن ننتقل إلى أمثلة عملية كتطبيقات على هذا النموذج. أمثلة عملية على النوافذ أو ما يعرف بالفجوات السعرية. المثال الأول، لاحظ معي حركة الأسعار الموجودة على هذا الشرط في هذه المنطقة. لو تلاحظ بدأ السعر باتجاه هابط، ثم بدأ في تكوين اتجاه صاعد جديد. لما بص على هذه الفجوة السعرية أحكم على وضع الأسعار اللي كان قبل الفجوة السعرية، مش هيهمني الجزء اللي كان هابط على الشرط، أنا هبتدي أتعامل مع النموذج مع بداية الجزء الصاعد اللي كان قبل الفجوة السعرية مباشرة. كان عندي اتجاه صاعد وبعدين اتكونت مجموعة من الشموع بدأت تاخد الحركة العرضية، وهذا ما يسمى بنموذج مناورات فجوة الأسعار. ثم جت عندي فجوة سعرية من أعلى متماشية تماما مع الاتجاه اللي كان قبلها، ثم بدأت الشموع اللي بالأعلى اللي جت بعد الفجوة تتخذ شكل الصعود. لو لاحظت أول شمعة جت بعد الفجوة السعرية كانت شمعة حمراء، هنا أنا ما أقدرش أحكم على استمرار الاتجاه، لكن لو بصيت على الشمعة اللي جت بعدها هي اللي ادتني تأكيد على استمرار الاتجاه. لماذا أو على أي أساس أنا حكمت أن الاتجاه سوف يستمر؟ لأن الإغلاق اللي حدث في الشمعة الخضراء الثانية كان فوق افتتاح الشمعة اللي قبلها، وهذا هو ما أكد الصعود وأكد فيما بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى من بداية الفجوة الأولى، والتي تسمى بمناورات فجوة الأسعار. وزي ما قلنا أثناء الشرح إن الفجوة السعرية هي منطقة دعم ومقاومة مهمة جدا، يعني لو بصيت على هذه الفجوة السعرية المظللة باللون الأصفر هتلاحظ إن السعر ارتفع بعض الشيء ثم عاد واختبر هذه المنطقة كمحاولة لإغلاق النافذة، لكنه لم ينجح في إغلاقها، بالتالي ارتد وأصبحت النافذة عبارة عن مستوى دعم في هذه المنطقة، خلت الأسعار ترتفع إلى أعلى بشكل رهيب جدا. طيب نشوف مثال كمان على الشرط. لو تلاحظ إن فيه عندي فجوة هنا في هذه المنطقة، عايزين نركز فيها شوية عشان نفرق بين حالات الفجوات
اللي بتكون استمرارية وحالات الفجوات اللي بيكون فيها انعكاس. لو بصينا على الفجوة السعرية الموجودة في هذه المنطقة هنلاقي عندي اتجاه كان صاعد، بس الفجوة السعرية لم تحدث أعلى من الأسعار في نفس الاتجاه، وإنما حدثت أسفل منه بعد الشمعة الخضراء الموجودة في نهاية الاتجاه في حالة الهبوط. هذه من بين الحالات اللي ممكن تخلي السعر ينعكس بسبب الفجوات السعرية. إذن لما تكون الفجوة السعرية في نفس الاتجاه اللي كان قبلها، في معظم الحالات بتكون هناك استمرارية، ولما تيجي الفجوة السعرية في عكس الاتجاه اللي كان قبلها، هنا بيكون فيه احتمال للانعكاس، ولا يعني بالضرورة حدوث الانعكاس بنسبة 100%، لأننا بنأكد دايما أن النوافذ هي نماذج استمرارية، ولكن فيه بعض الحالات التي يحدث فيها انعكاس، ومن بينها إذا فتحت النافذة عكس الاتجاه اللي كان قبلها، زي ما شفنا في المثال السابق كان عندي اتجاه صاعد والنافذة بدلا من أن تفتح من أعلى فتحت من أسفل، وبالتالي بدأنا نشوف هذا الانعكاس اللي حصل عندي. كمان لو بصيت داخل الانعكاس اللي حصل نفسه هتلاقي فيه كمان فجوة سعرية، عشان كده احنا دايما في الفجوات السعرية بنبص على الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية مباشرة. يعني كان الاتجاه هنا بالنسبة لي هابط، وحدثت معي فجوة سعرية في المنطقة المظللة باللون الأصفر، وبعدها مباشرة استمر السعر في الهبوط، وكمان نزل للأسفل بشكل استمراري وليس بشكل انعكاسي. طيب نشوف مثال آخر على الشرط. السعر كم النزول، ثم حاول السعر يعيد اختبار مستويات الفجوة السابقة فوجدها منطقة مقاومة قوية، وعاود من بعدها الهبوط إلى أسفل، حيث أن الفجوات السعرية كما قلنا تمثل لي منطقة دعوم ومقاومات قوية. طيب نكمل مع بعض على نفس الشرط. في هذه المنطقة أنا حابب أنبه على جزئية مهمة جدا في مناورات فجوتي الأسعار اللي شفناهم على الأمثلة السابقة. لاحظنا أن السعر كان في اتجاه صاعد، ثم حدثت شموع عرضية، ثم حدثت بعده فجوة للأعلى، ثم كمل الصعود. هنا أنا عندي نفس المثال تقريبا، ولكن الشموع اللي المفروض كانت تمشي بشكل عرضي كانت حركتها نوعا ما مائلة. هذه الحركة المائلة لا تلغي استمرارية الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، طالما أنها بسيطة مكونة من شمعتين 3-4. بعد كده حدث معي الفجوة السعرية، ومن بعدها حصل معايا الصعود إلى أعلى، وده يعتبر نموذج مناورات فجوة الأسعار. كمان في نقطة أخرى أحب أن أنا أنبه عليها في هذه الجزئية. في كثير من الأوقات أثناء التداول مش هنستخدم الشموع اليابانية بمفردها، هنستخدم معها كمان استراتيجيات مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الترند وكمان الماينر ترند. أبسط مثال أنت ممكن تستخدمها مع النماذج السعرية الاستمرارية، مثلا مع المثلثات، مع الأعلام، مع المستطيلات. هذه النماذج تستخدم في التحليل الغربي. يعني ممكن نبص على المنطقة دي على أنها منطقة عرضية بمثابة مستطيل، أي على شكل مستطيل. لو بصينا على هذه الحركة ماذا نتوقع بعد هذه الحركة؟ هنتوقع أنه لو حدث الإغلاق في أعلى المستطيل، أي من أعلى الضلع العلوي للمستطيل، يبقى كده أكيد السعر سوف يرتفع بطبيعة الحال، لأن هذا إلى حد ما نموذج مستطيل، قبله كان اتجاه صاعد فغالبا هيكمل الصعود. هنا من بين الحالات اللي أنا ممكن أستخدم فيها الشموع اليابانية مع استراتيجيات أخرى، أنه لو عندي نموذج احتمال أنه يكون استمراري، وفي نفس الوقت داخل هذا النموذج اتشكل لي عندي شموع يابانية استمرارية. كل هذه التأكيدات لما تكون متواجدة في نفس المنطقة في مكان واحد وفي زمن واحد، كل ما تدي قوة للنموذج لاحتمالية الصعود بشكل جيد. طيب نشوف كده على الشارت مثال آخر للفجوات السعرية.
هنلاقي انه في هذا المكان اللي عليه شكل بيضاوي حصلت معايا فجوة سعرية بشكل انعكاسي، وكان بعدها انعكاس في الاتجاه من صاعد الى هابط. وافكرك كمان مرة، الفجوة السعرية اللي تيجي في عكس الاتجاه اللي كان قبلها هي اللي بتديني احتمالية للانعكاس. يعني لو بصيت على هذه الفجوة هتلاقي كان عندي اتجاه صاعد، وبدل الفجوة السعرية ما تيجي في الاعلى جت بالاسفل، والشمعة اللي جت بعد الفجوة السعرية استمرت تضغط في اتجاه عكسي. هنا تحول الاتجاه من صاعد الى هابط، لكن ارجع افكرك كمان مرة ان هذا لا يعني انها انعكاسية بنسبة 100%. في حالات كتيرة هتقابلنا هنلاقي ان الفجوة اي نعم فتحت للاسفل، لكن السعر يغلق الفجوة السعرية ثم يستمر للاعلى. عشان كده بنقول لك خلي بالك دايما ان النوافذ او الفجوات السعرية هي نماذج استمرارية اكتر من كونها انعكاسية. طيب امتى بيحصل الانعكاس؟ يحدث الانعكاس لما يستمر الضغط بعد اغلاق النافذة، او ان النافذة تفتح في عكس الاتجاه السابق ويستمر الضغط بنفس الاتجاه الجديد اللي هو عكس الاتجاه السابق. غير كده دايما هي استمرارية. وحتى لو تلاحظ هنا في هذه المنطقة هنشوف نموذج مناورات فجوة الأسعار اللي اتكلمنا عنه في شكله الهابط، بحيث هتلاقي كان عندي اتجاه هابط، جاءت مجموعة من الشموع المتراصة بجوار بعضها وخدت شكل عرضي. بس أهم حاجة هذه الحركة العرضية ما تكونش واسعة ولا تكون بالشكل الكبير ده. بيكون عندي عبارة عن مجموعة من الشموع ورا بعض عند نفس المستوى تقريبا، وأحجامها صغيرة بشكل ملحوظ، ثم تحدث الفجوة للأسفل، وبعد كده تيجي الشمعة اللي بعد الفجوة السعرية غالبا تحمل نفس صفات الشموع اللي كانت قبلها. يعني يغلب عليها الطابع البيعي في هذه الحالة، وإغلاق هذه الشمعة بالنسبة لي بيكون بمثابة نقطة الدخول بالبيع. إذن من بين الفجوات اللي هتتكرر معانا كتير في التداول هي مناورات فجوة الأسعار، وكمان من بين الأشياء اللي هتتكرر معايا كتير في التداول هو موضوع الدعم والمقاومة اللي بتعمله الفجوات. كمان من بين الحاجات اللي أنا لازم أكون دايما فاكرها إن الفجوات السعرية يغلب عليها طابع الاستمرار وليس الإنعكاس. الحالات اللي بيكون فيها انعكاس في الفجوة السعرية يتم إغلاقها ثم يستمر الضغط البيعي فينعكس السعر، أو أنه تكون عندي فجوة سعرية تيجي في عكس الاتجاه السابق. في هذه الحالة إذا ظل السعر يضغط على الاتجاه الجديد فإنه سوف يعكس الاتجاه، واستغلها في التداول بدخول صفقات بيع. غير كده نأكد للمرة الأخيرة أن الفجوات السعرية ما هي إلا عبارة عن نماذج استمرارية. عنوان محاضرة اليوم: الجنود الثلاثة الهاربين. هذا هو النموذج الثاني من النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن النموذج الأول الاستمراري، وكان يسمى النوافذ أو الفجوات. لكن قبل ما أبدأ حابب أقول حاجة بالنسبة لمسمى هذا النموذج. في التحليل الفني الياباني يسمى الجنود الثلاثة الهاربين، وله شكلان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. بينما في التحليل الفني الغربي الشكل الإيجابي يسمى الطرق الثلاثة الطالعة، ليسنج ثري ميثودز، والشكل السلبي يسمى الطرق الثلاثة النازلة، فيلينج ثري ميثودز. أولا، في حالة الشكل الإيجابي للجنود الثلاثة الهاربين، هذا النموذج يدل على وقفة في الاتجاه الصاعد للأسعار، تبدأ بشمعة خضراء طويلة ثم يليها ثلاث شمعات صغيرة تهبط بالتوالي، وتكون جميعها واقعة بين أعلى وأدنى سعر للشمعة الخضراء الطويلة الأولى، أي أن كلها تقع داخل نطاق هذه الشمعة، ولا يهم لون هذه الشموع
ولا نوعها، لكن غالبا ما تأخذ اللون الأحمر، وبعد كده بتيجي شمعة أيضا خضراء طويلة تؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار، وتغلق فوق أعلى ظل للشمعة الخضراء الأولى، وهذا هو ما يعتبر بداية تفعيل النموذج. ومن بعد مستوى هذا الإغلاق ممكن أدخل صفقة شراء مربحة إن شاء الله بنسبة 100%. ثانيا، في حالة الشكل السلبي للجنود الثلاثة الهاربين، هذا النموذج يدل على وقفة في الاتجاه الهابط للأسعار، تبدأ بشمعة حمراء طويلة يليها ثلاث شمعات صغيرة ترتفع بالتوالي، وتكون جميعها في نطاق الشمعة الحمراء الطويلة، تقع بين أعلى وأدنى سعر لها، واللون أيضا غير مهم وكذلك النوع، لكن غالبا ما تكون هذه الشموع الصغيرة باللون الأخضر، وبعد كده بتيجي شمعة طويلة حمراء أيضا تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الحمراء الأولى، مما يؤكد استمرار الهبوط، وعلى هذا الأساس يكون النموذج قد اتفعل، وممكن أدخل صفقة بيع قوية جدا من بعد مستوى إغلاق هذه الشمعة. في ملحوظة مهمة جدا على هذا النموذج، هذا النموذج نموذج قوي جدا بالنسبة للمتداول، إذا فهم هذا النموذج جيدا بإمكانه أن يعتمده كاستراتيجية تداول حرفيا بمفرده دون أي عوامل مساعدة أخرى كمؤشرات وغيرها، وممكن يطلع منه بنتائج قوية جدا ومكاسب قوية جدا، وخاصة على الفريم اليومي. الشكل العام للنموذج يتضمن شكلين، الشكل الأول هو الشكل الإيجابي في الاتجاه الصاعد اللي ظاهر عندي على الرسم التوضيحي على اليمين، والشكل السلبي في الاتجاه الهابط اللي موجود معايا جهة اليسار. طيب، ما هي معايير تشكل هذا النموذج، أو بمعنى آخر ما هي الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج؟ رقم واحد، أن يكون السعر في اتجاه واضح صاعد أو هابط، يعني هذا النموذج يتشكل في الحالات اللي بيكون فيها الاتجاه صاعد، وكمان في الحالات اللي بيكون فيها الاتجاه هابط وهو نموذج استمراري. رقم اتنين، يتشكل معي شمعة طويلة وفيها زخم مقارنة بالشموع السابقة، يعني لما بتكون بتتابع الأسعار هتلاحظ أن بداية السعر صاعد، وبعدين تيجي شمعة خضراء شرائية ثيرانية طويلة ممتلئة فيها زخم كبير ولتكن رقم واحد، ويعتبر هذه الشمعة رقم واحد هي بداية تشكل النموذج، أولا يهم عدد الشموع التي كان قبلها، اللي يهمني الشمعة الطويلة وما بعدها من شموع. رقم ثلاثة، اللي أكد لي تشكل هذا النموذج أنه لابد أن تتشكل الشموع الصغيرة داخل امتداد الشمعة الأولى من أعلى مستوى الظل إلى أدناه، أي أن هذه الشموع الصغيرة لا تتعدى مستوى ظل الشمعة الطويلة من فوقها أو من تحتها، أي أنها لابد أن تكون، أي هذه الشموع، محصورة ما بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الأولى، أحيانا تكون محصورة بين الجسم فقط، لكن هذا في الحالة المثالية، أما في الحالة العامة يكون هذه الأجسام واقعة بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى. رقم أربعة، هو أن عدد الشموع في الحالة المثالية الموجودة داخل مدى هذه الشمعة الخضراء هو ثلاثة شموع حمراء بأي نوع من أنواع الشموع، أما في الحالة غير المثالية ممكن يكون شمعتين أو أكثر بأي لون، لكن يغلب عليها اللون الأحمر. أهم حاجة عندي أنها تفضل محصورة بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الأولى. رقم خمسة، كما قلنا أن أقل عدد لهذه الشموع الداخلية هو من شمعتين إلى أكتر، كما قلنا في الحالة المثالية المفروض نشوف ثلاث شموع، لكن أثناء التداول العملي ممكن نلاقي النموذج ده فيه شمعتين بس في المنتصف،
ممكن يمتد حتى لو 10 شمعات، مفيش أي مشكلة طالما أن هذه الشموع المتتالية ما زالت موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل العلوي إلى الظل السفلي، مفيش مشكلة. يعني أجسام هذه الشموع تقع داخل النطاق، إنما لو أحد ذيول هذه الشموع الصغيرة تعدى الشمعة الخضراء الأولى برضو مفيش مشكلة ويظل النموذج صحيح. رقم 7، الشمعة الأخيرة في النموذج تكون طويلة وتغلق بعد ظل الشمعة الأولى في النموذج. طبعا النموذج اللي احنا بنشرح عليه ده نموذج الجنود الثلاثة الهاربين الإيجابي، يعني بعده يكون الاتجاه صاعد. ده معناه أن الشمعة التي تغلق فوق الظل العلوي لأول شمعة في النموذج هي اللي تخليني أقول إن فعلا كده النموذج اتشكل. كمان هذه الشمعة هي التي تعتبر مكان تفعيل النموذج، يعني بعد ما يحصل إغلاق لهذه الشمعة الأخيرة أدخل صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. هذا بالنسبة لحالة الشراء. أما بالنسبة لحالة البيع طبعا هيكون بالعكس زي ما هنشوف على الأمثلة بعد قليل. أكرر مرة أخرى، هذا نموذج يتكرر على الشرط بشكل كبير، ولو تم إتقانه وفهمه وتطبيقه التطبيق الصحيح من خلال الشروط والأحكام اللي احنا قلناها سوف نحصل منه على نتائج قوية جدا ومبهرة. رقم 8، الحالة المثالية للشمعة الأخيرة هي أنها تفتح قبل إغلاق الشمعة التي قبلها. يعني لو تلاحظ الشمعة رقم 3 الحمراء اللي بناء عليها سمينا النموذج بالجنود الثلاثة الهاربين أغلقت عند هذا المستوى، المفروض في الحالة المثالية الشمعة اللي بتيجي بعدها لا تفتح عند نفس مستوى إغلاق هذه الشمعة وإنما تفتح قبله. طبعا كل اللي احنا قلناه ده في حالة النموذج عندما يكون إيجابي، والعكس صحيح في حالة إذا كان النموذج سلبي. لما يكون النموذج سلبي بيكون عندي الاتجاه هابط، يتكون عندي شمعة طويلة بهذا الشكل بيعية، ثم تأتي شموع شرائية بهذا الشكل تفضل موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل إلى الظل. مثلا لو كان عندي 3 شموع من بعدهم الشمعة الرابعة، الحالة المثالية إنها تفتح من هنا. فمثلا الشمعة الثالثة أغلقت من هذا المستوى، الشمعة الرابعة المفروض تفتح قبل إغلاق الشمعة الثالثة وتنزل للأسفل متخطية الظل السفلي للشمعة الأولى، ثم مباشرة يكمل السعر الهبوط إلى أسفل. ونقدر نلخص كل اللي احنا قلناه في 2 كلمة بالنسبة لنموذج الجنود الثلاثة الهاربين. بيكون عندي اتجاه صاعد، الشمعة الأولى فيها زخم كبير، ثم يأتي عدد من الشموع الصغيرة تبدأ من 2 إلى 3 أو أكثر، كلها تقع داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل العلوي إلى الظل السفلي. ثم من بعد هذه الشموع الصغيرة تأتي شمعة شبيهة بأول شمعة في النموذج نطلق عليها الشمعة الأخيرة في النموذج. هذه الشمعة الأخيرة أهم صفاتها أنها تكون بزخم مشابه لأول شمعة، وإغلاقها يتعدى الظل العلوي لأول شمعة نقطة الدخول المناسبة، يكون بعد مستوى إغلاق الشمعة الأخيرة. ودلوقتي مع أمثلة عملية على نموذج الجنود الثلاثة الهاربين. المثال الأول، لاحظ معي السعر كان صاعد وبعدين دخل في تصحيح بسيط ثم أكمل الصعود، ثم من هنا بدأ يتكون نموذج الجنود الثلاثة الهاربين اللي داخل المستطيل. لاحظ بعد الشمعة الخضراء جت شمعة حمراء، جاء بعدها سلسلة من الشموع لم يتعدى مستوى افتتاحها وإغلاقها مستوى الشمعة الحمراء. يعني هذه الشمعة الأولى لو رسمنا حدودها السفلية وحدودها العلوية نلاحظ أن هذه الشموع الموجودة داخل هذه المنطقة لم تتعدى حدود الظل العلوي أو الظل السفلي لأول شمعة، إذن هذا هو نموذج الجنود الثلاثة الهاربين. وزي ما قلنا إنه ممكن يتشكل من 2 إلى 3 شموع، إحنا عارفين إن الحالة المثالية للنموذج هو اللي بيكون فيها 3 شموع، لكن الحالة غير المثالية ممكن يكون 2 أو أكتر. النموذج فيه مرونة،
المهم كل الشموع أيا كان عددها تفتح وتغلق داخل نطاق الشمعة الأولى. بعد تكون هذا النموذج لاحظ الشمعة الخضراء الطويلة اللي جت بعد النموذج، هي دي شمعة التأكيد التي تؤكد على اكتمال النموذج، لأنها أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى في النموذج. إذن في إمكاني أدخل من بعد إغلاق هذه الشمعة مباشرة من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. هذا الشرط مأخوذ على الفريم اليومي، يعني كل شمعة لها وزنها ولها ثقلها، وكلما كان الفريم أكبر كل ما كان الشموع اليابانية ذات مصداقية أكبر في التعبير عن السوق. النموذج هذا قوي جدا في المدولة لأنه نموذج استمراري بيمشي مع الاتجاه العام وليس عكس الاتجاه. إذا تم اقتناص هذا النموذج على الشرط بشكل جيد فإننا سنحصل منه على مكاسب كبيرة جدا لأنه نموذج قوي وفعال. المثال الثاني على نفس الشرط، لو تلاحظ هنا بعد الصعود اللي احنا شفناه في المثال اللي فات بدأ زوج الأسعار يعمل انعكاس. في هذا الانعكاس اللي حول الاتجاه من صاعد إلى هابط، أنا مش هبص على اتجاه قديم، احنا دايما بنبص على الاتجاه من 10 إلى 20 شمعة بالكتير، وحدد على أساسهم الاتجاه اللي أنا هتعامل معاه قبل المكان اللي أنا بكون فيه. لو تلاحظ تكون نموذج الجنود الثلاثة الهاربين، شمعة حمراء بيعية دبابية طويلة بينهم عدد من الشموع أيا كان عددها وأيا كان لونها، كلها فتحت وأغلقت داخل نطاق هذه الشمعة. طيب النموذج اللي قدامي ده نقدر نقول عليه نموذج الجنود الثلاثة الهاربين السلبي. لماذا سلبي؟ لأنه ما قبل هذا النموذج هو اتجاه هابط. طيب إيه يكون توقعي؟ يكون توقعي إذا حدث إغلاق لأول شمعة فأنا هنا هدخل صفقة بيع بدون تردد. في هذه الحالة لاحظ أن الشمعة اللي فعلت النموذج مشابهة تماما لأول شمعة في النموذج، بنفس الزخم وبنفس الطول ومحققة لكل الشروط. كده النموذج ده مكتمل الشروط، ادخل صفقة بيع عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع. المثال الثالث، في هذا المثال عندي اتجاه صاعد. لو فكرنا ثواني، طيب فين نموذج الجنود الثلاثة الهاربين؟ هنلاقيه موجود داخل الشكل البيضاوي اللي قدامنا ده، قبله اتجاه صاعد قصير، عندي شمعة شرائية ثيرانية خضراء فيها زخم، بعدها عندي مجموعة من الشموع البيعية الدبابية الحمراء أجسامها كلها موجودة داخل نطاق الظل العلوي والسفلي للشمعة الشرائية الأولى، عندي كذا نوع من الشموع داخل نطاق الشمعة الكبيرة، دوجي ورجل مشنوق وكمان دوجي آخر إلى غير ذلك. كل هذه الشموع ليس لها أي معنى ما دامت موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى. عشان كده في النماذج الإنعكاسية كنا عشان نحكم على النموذج إنه اكتمل وابتدي أفعله في التداول كنا بنبص على الشمعة الموالية للنموذج. يعني لو حبيت أن أبيع على أساس شمعة الشهاب الأولى شوتينج ستار على إنها عاكسة للاتجاه وبدأت البيع بشكل مباشر مش هتنجح الصفقة، لأنه لم يحدث إغلاق من الشمعة الموالية تحت أسفل ظل الشهاب، وكمان الشهاب في حد ذاته لم يحدث الإغلاق إلا بعد عدة شموع كلها بدون أحكام تقريبا. على كل حال خلينا نكمل في نموذج الجنود الهاربين الثلاثة. هذا النموذج ده كده تقريبا في الحالة المثالية له، لأن الشموع الموجودة داخل نطاق الشمعة الأولى عددها قليل تقريبا حوالي 4 شموع، قريبة جدا من الحالة المثالية اللي بيكون فيها عدد الشموع هو 3 شموع. الشمعة الأخيرة في النموذج هي اللي فعلت النموذج، كانت مشابهة تماما لأول شمعة، وبالتالي إغلاق هذه الشمعة هو مكان تفعيل النموذج. مميزات هذا النموذج إنه بيمشي دايما مع الاتجاه، والقاعدة المعروفة في عالم التداول بتقولك اعرف الاتجاه وامشي معاه هتكسب وهتربح وأكيد هيبقى لك حظ وخير من الموضوع. لو تلاحظ كمان إن النموذج تكرر مرة أخرى في هذه المنطقة، يعني لو ما خدتش بالك من النموذج الأول ممكن تلحق تاخد بالك من النموذج ده وتستغله.
لاحظ معي، حدث معي هذه الشمعة اللي كان فيها زخم، حددنا الظل العلوي وحددنا الظل السفلي. الشموع الثلاثة اللي فتحت داخل نطاق الشمعة الأولى تعتبر في حالتها المثالية. الشمعة الرابعة هي التي فعلت النموذج لأنها أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج. ادخل صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. المثال الرابع، لو كملنا على نفس الشرط، لاحظ هذه الشمعة، نلاحظ أنها شمعة بيعية حمراء دبابية. لو حددنا الحدود العليا للظل العلوي والظل السفلي لها، هتلاقي أن في حوالي 1، 2، 3، 4 شموع خضراء تقع في نطاقها. الأجسام كلها فتحها وإغلاقها داخل نطاق هذه الشمعة الحمراء الأولى. إذن كده أنا عندي احتمالية لتشكل نموذج الجنود الثلاثة الهاربين السلبي. دلوقتي الشمعة الرابعة هي اللي هتأكد لي صحة النموذج من عدمه. لو بصينا على الإغلاق اللي حدث في الشمعة الرابعة، هنلاقيه أسفل الظل السفلي للشمعة الحمراء الأولى للنموذج. كده يبقى النموذج بتاعي اكتمل وجاهز للتفعيل. من بعد هذا المستوى ادخل صفقة بيع من بعد مستوى إغلاق الشمعة الرابعة. المثال الخامس، لو أنا استمريت في نفس الاتجاه الهابط، هلاقي كمان نموذج الجنود الثلاثة الهاربين تكون مرة أخرى في هذه المنطقة اللي عليها شكل بيضاوي. لماذا؟ عندي اتجاه هابط، بعدين جت شمعة بيعية فيها زخم كبير، وبعدين عندي شمعتين جم داخل نطاق الشمعة الحمراء الطويلة، وبعدين جت الشمعة اللي بعدهم شبه أول شمعة في النموذج، حققت شرط اكتمال النموذج وهي أنها أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة النموذج الأولى. على هذا الأساس هدخل صفقة بيع عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع من هنا. المثال السادس والأخير عندي على الشرط، في هذا المثال ممكن أدخل كذا صفقة شراء لأن النموذج اتكون عندي كذا مرة، وفي كل مرة يحقق الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها. هذا النموذج قوي جدا زي ما قلنا، وينفع ان احنا نستخدمه كاستراتيجية كنموذج مستقل بذاته، بس لو عرفنا ازاي نطبقه صح. عنوان محاضرة اليوم هو الفدائيين الثلاثة، 3 Advancing White Soldiers. هذا النموذج هو النموذج الثالث من نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية. كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن نموذجين من النماذج الاستمرارية، وهما نموذج النوافذ أو الفجوات، نموذج الجنود الثلاثة الهاربين. واليوم نواصل الحديث عن نموذج الفدائيين الثلاثة، علما بأن هذا النموذج نموذج استمراري، والنماذج الاستمرارية عددها أقل من النماذج الانعكاسية، إلا أنه التداول بها يكون له ميزة خاصة، وهي أنك تتداول في نفس الاتجاه، وده بيديني طمأنينة أكتر أثناء التداول حسب القاعدة المشهورة، امشي مع الاتجاه وهيبقى لك نصيب منه إن شاء الله. الشكل العام للنموذج كما هو موضح على الشرط التعليمي، هذا هو الشكل العام للنموذج. الشكل الأساسي للنموذج عبارة عن هذه الثلاث شموع الخضراء الطويلة الممتلئة ذات الزخم الكبير، وهو ما يعبر عنه بالفدائيين الثلاثة حسب التسمية في التحليل الفني الياباني، وكلها أسماء مستمدة من الحروب. طيب ما هي خفايا هذا النموذج، وما هي المعايير الخاصة به، وما هي الشروط والأحكام اللي لو تحققت في هذا النموذج أقدر أحكم عليه إنه نموذج الفدائيين الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون السعر في اتجاه صاعد، يعني هذا النموذج يتشكل فقط في الاتجاه الصاعد وليس في الاتجاه العرضي أو الهابط. هو يأتي بعد اتجاه صاعد ثم تتشكل معي حركة عرضية من بعدها على طول يتشكل معي هذا النموذج. الشرط الثاني، يتشكل من ثلاث شموع متتالية وبزخم عالي مقارنة بالشموع السابقة. يعني زي ما قلنا في البداية بيكون عندي اتجاه صاعد، بعده بتلاحظ ان في حركة عرضية بسيطة جدا للشموع، بعد هذه الحركة العرضية يتشكل مع النموذج في صورة ثلاث شموع متتالية ورا بعض
فيها زخم عالي مقارنة بالشموع اللي كانت في الحركة العرضية. الشرط الثالث أن هذه الشموع الثلاثة تفتح كل شمعة منهم داخل جسم الشمعة التي قبلها وتغلق بعده. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن هذه الشمعة رقم واحد كان فيها زخم، الشمعة اللي بعدها رقم اتنين تفتح داخل نطاق جسم الشمعة الأولى وتغلق بعده وبزخم. نفس الشيء ينطبق على الشمعة رقم ثلاثة، أنها تفتح داخل نطاق الشمعة السابقة رقم اتنين وتغلق بعدها وبزخم. وهذا الشرط هو الشرط الأساسي في نموذج الفدائيين الثلاثة. بعد تواجد هذه الشمعة الثالثة بتنبأ باستمرار الأسعار في الصعود، لأن السعر اللي كان قبل تكون هذا النموذج كان صاعدا وعمل حركة عرضية بسيطة، ثم تكون هذا النموذج الاستمراري. الشرط الرابع أنه متى يتم تفعيل هذا النموذج؟ يتم تفعيل هذا النموذج مع إغلاق الشمعة الثالثة. والآن في ملحوظة بسيطة لازم ننبه عليها، إن في حالات خطرة ينبغي إن احنا ناخد بالنا منها لهذا النموذج، وهي عند ظهور الأشكال المشابهة للفدائيين الثلاثة ما ينفعش إنك تفكر في استمرار الاتجاه أو الصعود. طيب احنا قلنا إن النموذج يأتي بعد اتجاه صاعد فقط، ما هي هذه الحالات المشابهة لهذا النموذج والتي تكون غير صحيحة؟ الحالات هي اللي ظهرت معنا دلوقتي على الشرط التعليمي. هذان الحالتان لو حاولنا نطبق عليهما معايير وشروط شكل نموذج الفدائيين الثلاثة هنلاقي بعض هذه الشروط متحقق والبعض الآخر غير متحقق. يعني لو بصينا على الشكل الأول كان الاتجاه صاعد وبعدين دخلنا في حركة عرضية بسيطة وبعدين جت عندي ثلاث شموع خضراء ثيرانية شرائية ورا بعض. طيب تعالوا نبصوا على الثلاث شموع دول عشان نعرف فين المشكلة. الشمعة الأولى لا بأس بها، فيها زخم جيد. الشمعة الثانية كمان فيها زخم ممتاز. الشمعة الثالثة هي اللي فيها المشكلة، ليس بها زخم. هو ده سبب فشل النموذج وعدم اعتماده كنموذج الفدائيين الثلاثة، بالرغم ان انت لو طبقت معايير اغلاق الشموع هتلاقيها متحققة. يعني هذه الشمعة الاولى، الشمعة اللي جت بعدها فتحت داخل نطاقها واغلقت بعده، وكمان الشمعة الثالثة اللي فيها المشكلة فتحت ايضا داخل نطاقها واغلقت بعده. اذا كشرط هو محقق، لكن لماذا تم رفض هذا النموذج وعدم اعتباره نموذج الفدائيين الثلاثة؟ ببساطة زي ما قلنا، لأن الزخم للمشترين بدأ يتراجع وظهر ذلك من خلال صغر حجم هذه الشمعة الخضراء الثالثة. شايفين كان فيه زخم صاعد ثم زخم صاعد ثم حصل معايا شمعة شهاب شوتينج ستار، أو حتى لو ما كانتش شمعة شهاب وكانت شمعة عادية وجسمها صغير، فده إنذار باحتمالية عدم استمرار الأسعار في الصعود. وكمان احنا عارفين ان شمعة الشوتينج ستار اساسا شمعة عاكسة للاتجاه من صاعد الى هابط. نفس الشيء بالنسبة للشكل التاني. الحالة التانية عندي على الرسم التوضيحي انه في افتتاح واغلاق الشموع صحيحة، ولكن تبدد الزخم في الشمعتين الثانية والثالثة اضعف القوة الشرائية اللي كانت موجودة. اذا عند وجود مثل هاتين الحالتين يفضل لنا عدم التفكير أساسا في أن الأسعار سوف تستمر في نفس الاتجاه. أحيانا قد يتشكل معي هذا النموذج ويستمر الاتجاه في الصعود على الرغم من ضعف زخم شموع المشترين، لكن الأسلم والأحوط إن احنا نستنى ولا نتداول على أنه نموذج استمراري ونتجنبه إلى أن يتضح وضع مستقر وظاهر للأسعار. طيب هل نبص له على أنه انعكاس؟ برضو دي حاجة مش صح، لأنه ما ينفعش ننظر للنماذج المشابهة للفدائيين الثلاثة على أنها نماذج انعكاسية نهائي. هي في معظم الحالات بتخلي السوق يدخل في مرحلة انتقالية معينة، بعد هذه المرحلة الانتقالية بتديني إشارات بالنسبة
للصعود أو الإنعكاس. لكن اللي يهمني هنا إنه إذا ظهر معي هذان النموذجان ما ينفعش نعتبرهم نموذج الفدائيين الثلاثة. ومعنى هذا الكلام أنه إذا تشكل لدينا النموذج الصحيح في بعض الأحيان نهمله ولا نتوقع استمرار الأسعار في الصعود إذا وصل إلى مستويات مقاومة مهمة وقوية. في هذه الحالة ما ينفعش تتسرع وتحكم بالاستمرار، لأن ممكن النموذج يتصدم بالمقاومة وتوقفه عن الاستمرار. النقطة الثالثة اللي تخليني أحكم بانتهاء صلاحية نموذج الفدائيين الثلاثة إذا وصل السعر لمستويات جديدة، يعني مثلا عندي مقاومة سابقة السعر تعداها بزيادة ثم وصل إلى مستويات جديدة وشكل لي نموذج الفدائيين الثلاثة، هنا يفضل عدم النظر للموضوع على أنه استمرار، لأنه ممكن جدا يتوقف عنده السعر باعتبار أنه وصل لمستويات جديدة. أعيد وأكرر، هذا النموذج من حيث القوة هو أضعف من النموذج اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، لكن طبعا مهم جدا تعرف تفاصيله. النقطة الرابعة والأخيرة من النقاط اللي تخليني لا أحكم على الاستمرارية باستخدام هذا النموذج هو ظهور حالة التشبع. بمعنى أحيانا يكون عندي اتجاه صاعد بشكل عادي جدا وأكون مستخدم أحد المؤشرات، المؤشرات بتقول لي إن في هنا حالة تشبع، هنا يفضل إني لا أتسرع في الحكم على استمرار السوق في الصعود، لأنه ممكن جدا يفشل النموذج، ودي من الحاجات اللي المتداول لازم يكون واخد باله منها، لأنه ممكن في الحالات دي ما ينفعش الاستمرار ولا الانعكاس. الخلاصة، حاول تتجنب التداول في الحالات اللي احنا ذكرناها. أما إذا تشكل معاك النموذج بكامل معاييره وبكل شروطه بعيدا عن الحالات اللي احنا قلناها، أكيد بإمكانك إنك تتداول باستخدامه بدون أي مشاكل. بعد اكتماله ممكن تاخد صفقات شراء لاحتمالية الصعود إلى أعلى. والآن مع أمثلة تطبيقية على هذا النموذج. المثال الأول على نموذج الفدائيين الثلاثة، زي ما قلنا في شرح نظري أن نموذج الفدائيين الثلاثة هو نموذج استمراري، يعني إذا كان الاتجاه صاعد فسوف يستمر في الصعود، وقلنا أنه أصلا لا يتكون إلا في الاتجاه الصاعد. فلو لقينا النموذج ده داخل الحركة الصاعدة فيبقى دي فرصة لك كمتداول إنك تاخد صفقة ناجحة، ميزتها أنها في نفس الاتجاه، في نفس اتجاه الصعود. طيب لو بصينا على الشرط هنلاقي إنه موجود عندي هنا تقريبا داخل الشكل البيضاوي نموذج الفدائيين الثلاثة. لاحظ معي الشمعة الأولى والشمعة الثانية والشمعة الثالثة، حتى الشمعة الرابعة حققت معايا الصعود، لكن هذه الثلاث شموع الأولى تكفي لصحة النموذج، أي أن مبدئيا كده الاتجاه صاعد، ثم تكون معي هذا النموذج المكون من ثلاث شموع. في هذه الحالة أنا ممكن أدخل صفقة شراء من بعد نهاية الشمعة الثالثة من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري، صفقة رابحة ناجحة إن شاء الله. وقبل ما أنسى، لو بصيت فوق شوية هتلاقي فجوة سعرية موجودة بعد تكون هذا النموذج تدعم هذا الاستمرار من صعود، لأن زي ما قلنا قبل كده أن الفجوات تمثل مناطق دعم ومقاومة. المثال الثاني من الأمثلة الغير صحيحة لنموذج الفدائيين الثلاثة اللي ممكن تسبب مشاكل للمتداول لو ما خدش باله منها. لو نلاحظ مع بعض النموذج اللي عليه شكل بيضاوي غير صحيح في هذه المنطقة، طب ايه السبب؟ اي نعم النموذج متكون في اتجاه صاعد والشمعة الاولى فيها زخم، تمام مفيش مشكلة، والشمعة الثانية الى حد ما ممتلئة شوية برضو مفيش مشكلة، المشكلة كلها في الشمعة الثالثة، فقدت الزخم واصبحت ضعيفة جدا وجسمها صغير جدا ولا يلبي الاحتياجات الصحيحة المطلوبة لتحقق صحة النموذج. بالتالي لو بصيت على الحركة السعرية بعد هذا النموذج هتلاقي السعر دخل في حركة عرضية معقدة
لا هي صاعدة ولا هي نازلة. في مثل هذه الحالات يفضل عدم النظر للنموذج على أنه نموذج الفدائيين الثلاثة الذي يحافظ على استمرار الاتجاه، ويفضل تجنبه وعدم التداول به. وبكده يبقى عرفنا النموذج ده وشروط تكونه، وخدنا كمان أمثلة تطبيقية عليه، وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الشموع الانفصالية، خطوط الانفصال spiriting lines. هذا النوع هو النموذج الأخير في سلسلة النماذج الاستمرارية. كنا قد تكلمنا في محاضرات سابقة عن ثلاث نماذج استمرارية، وهي نموذج النوافذ أو الفجوات، نموذج الجنود الثلاثة الهاربين، نموذج الفدائيين الثلاثة. واليوم نختم هذه السلسلة بالنموذج الرابع والأخير في النماذج الاستمرارية، وهو نموذج خطوط الانفصال spiriting lines. هذا النموذج له شكلان، أحدهما صعودي والآخر هبوطي. الشكل العام للنموذج واضح أنه يتكون من شمعتين فقط، مختلفتين في اللون ومتعاكستين في الاتجاه، يتكون بعد اتجاه صاعد كما في شكل واحد، أو بعد اتجاه هابط كما في شكل اتنين. الحاجة اللي أنا حابب أنبه عليها من البداية أن هذا النموذج يتشابه مع نموذج الهجوم المضاد كونتر أتاك، اللي كان هو كمان برضه بيتشكل من شمعتين مختلفتين في اللون ومتضادتين في الاتجاه، لكن هنعرف دلوقتي حالا الفرق بينهما من خلال معايير تشكل نموذج خطوط الانفصال. والآن ما هي معايير تشكل هذا النموذج؟ الشرط الأول، وهذا الشرط تقريبا موجود في أغلب النماذج، وهو أنه لابد أن يكون السعر في اتجاه واضح صاعد أو هابط، يعني بعيدا عن الحركة العرضية المعقدة، عشان أقدر أحكم على النموذج وأقدر من خلاله أعرف إذا كان هيستمر ولا هينعكس. طبعا في حالة الاستمرار زي النموذج اللي موجود معانا، لما يكون في اتجاه صاعد نتوقع بعده صعود، وإذا كان الاتجاه هابط نتوقع بعده هبوط، يعني الاستمرار في الاتجاه السابق. أما الشرط الثاني هو أنه يتشكل النموذج من شمعتين. والشرط الثالث هنتكلم فيه عن صفات هاتين الشمعتين. ما هي مميزات هاتين الشمعتين؟ أهم ما يميز الشمعتين أن الشمعة الأولى تكون عكس الاتجاه السابق وتتميز بزخم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بيكون الاتجاه السابق صاعد، وتأتي شمعة خضراء تغلق في مستوى معين. الشمعة اللي بعدها تعتبر أول شمعة في النموذج تفتح بشكل عكسي، يعني بدلا أن تفتح من عند مستوى إغلاق الشمعة الأولى الخضراء، تفتح عكسها من فوق وتغلق في الأسفل عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الخضراء. لو تلاحظ أن ده نفس الكلام اللي احنا قلناه في نموذج الهجوم المضاد. طيب إيه اللي يخلي النموذج ده اسمه شموع الانفصال والتاني اسمه الهجوم المضاد؟ مفتاح الإجابة عن هذا السؤال يكمن في الشمعة الثانية، يعني السر كله في الشمعة الثانية، وهو ده الشرط الرابع لتحقق هذا النموذج، إن الشمعة الثانية تكون عكس الشمعة الأولى في الاتجاه ومتطابقة مع الاتجاه العام، أي أنها شمعة استمرارية أكملت أعلى من الشمعة الأولى الحمراء، فتحت عند نفس مستوى فتح الشمعة الحمراء، ثم أكملت الصعود لأعلى وأغلقت أعلى منها، وبذلك كونت نموذج الشموع الانفصالية. أما الشرط الخامس وهو ده الشرط الأساسي، وهو إن افتتاح الشمعة الحمراء الهابطة في النموذج هو نفس افتتاح الشمعة الثانية الصاعدة الخضراء. يعني لو لاحظت معايا، الشمعة الأولى افتتحت في هذا المستوى وأغلقت في هذا المستوى، لو الشمعة الثانية فتحت من هذا المستوى ونزلت إلى أسفل، يصبح هذا النموذج اسمه نموذج الهجوم المضاد، وممكن كده يحصل انعكاس في الاتجاه. لكن نموذج النهاردة عكس هذا الكلام، كان عندي اتجاه صاعد وتشكلت معايا الشمعة الأولى بافتتاح من أعلى نزولا صوب الاتجاه السابق، والشمعة كمان اللي جت بعدها
فتحت من نفس مستوى افتتاح هذه الشمعة الحمراء، ولكن صعدت إلى أعلى، ولكن إيه؟ صعدت إلى أعلى، وهو ده اللي يخلي الطابع الاستمراري هو المحتمل لحركة السوق، وممكن يستمر السوق إلى مستويات جديدة ومناطق عليا جديدة في حالة الاتجاه الصاعد. باختصار، شروط تكون هذا النموذج: رقم 1 أن يكون عندي اتجاه، 2 يتشكل من شمعتين، 3 الشمعة الأولى تكون عكس الاتجاه السابق وتتميز بزخم، 4 الشمعة الثانية تكون عكس الشمعة الأولى من حيث الاتجاه ومتطابقة مع الاتجاه العام، 5 الشرط الأساسي في النموذج أن يكون افتتاح الشمعة الأولى والثانية هو نفسه، مع ملاحظة أن هذا النموذج يشبه من حيث الشكل فقط نموذج الهجوم المضاد، ولكن يخالفه في التأثير. هذا النموذج استمراري، بينما نموذج الهجوم المضاد كان نموذج انعكاسي. طيب، متى يفعل هذا النموذج؟ تفعيل النموذج يكون من خلال الشمعة الثانية بعد إغلاقها، سواء في حالة الصعود أو في حالة الهبوط. يمكن أن أتداول بعد مستوى الإغلاق مباشرة بالشراء إذا كانت في حالة صعود، أو بالبيع إذا كانت في حالة هبوط. والآن مع أمثلة عملية على هذا النموذج. مثال تطبيق عملي على نموذج الشموع الانفصالية: هذا الشرط مأخوذ على الزوج نيوزيلندي ين على الفريم الأسبوعي. وبداية تكون النموذج، لو تلاحظ، كان عندي اتجاه صاعد، عندي صحيح حركة عرضية هنا ولكن موجودة في نطاق الاتجاه الصاعد، حتى الحركة العرضية نفسها كأنها صاعدة، ثم تشكلت عندي بعد هذا الصعود شمعة بيعية فتحت من الأعلى ونزلت إلى الأسفل. لاحظ معي في هذه الحالة ما عنديش نموذج هجوم مضاد، لأن الجسم لم يصل إلى مستويات إغلاق الشمعة الموالية. مع وجود هذه الفجوة يمكن اعتبارها استمرارية، ولكن أنا عايز أبص على النموذج اللي احنا بنتكلم فيه، خطوط الانفصال. الاتجاه كان صاعد، تكونت شمعة حمراء دبابية بيعية فتحت في عكس الاتجاه السابق، أي عكس الصعود، من الأعلى إلى الأسفل، وأغلقت بشكل عادي. لكن الشمعة اللي جت بعدها بدلا أن تفتح من سعر إغلاق الشمعة الحمراء، فتحت عند نفس فتح سعر هذه الشمعة الحمراء، وهو ده اللي عمل لي نموذج شموع انفصالية. على هذا الأساس، فإن مستوى إغلاق الشمعة الثانية هو نقطة الدخول بالشراء. في حاجة كمان زيادة موجودة على الشرط: لو تلاحظ، عندي نموذج الفدائيين الثلاثة موجود في هذه المنطقة. باعتبار أنه نموذج صعودي استمراري يتكون من 3 شمعات خضراء شرائية ثيرانية، كل شمعة منهم تفتح داخل نطاق الشمعة اللي قبلها وتغلق بعده. لكن حابب أقول حاجة، وهي أن النموذج ده بالذات لو كان بهذا الشكل ممكن يفشل. لماذا؟ لأنه وصل لمستويات لم يزورها السعر من قبل. يعني هذه المستويات الجديدة بالنسبة للسعر، زي ما قلنا قبل كده، ظهور هذا النموذج بعدها زي ما قلنا، ده من ضمن الحالات اللي يفضل إن المتداول لا يتسرع في الحكم عليها. يعني كان عندي اتجاه صاعد وما عنديش مستويات مقاومة سابقة ممكن نقارن فيها القمة الجديدة، يعني هذه القمة اللي عليها دايرة أول مرة تتشكل في السعر في هذا المثال. عشان كده قلنا إن فيه احتمال بفشل نموذج الفدائيين الثلاثة، واحتمالية عدم مقدرته على مواصلة استمرار الأسعار. المثال ده أنا قلته على سبيل المراجعة، لكن أهم حاجة إن احنا تعلمنا في محاضرة اليوم نموذج الشموع الانفصالية، وإنه يعتبر نموذج استمراري، وهو آخر نموذج استمراري في الشموع اليابانية. وكملخص للي احنا اتكلمنا في هذا الكورس، قلنا أن الشموع اليابانية تنقسم إلى شموع يابانية انعكاسية وشموع يابانية استمرارية. عدد نماذج الشموع الانعكاسية أكثر من عدد نماذج الشموع الاستمرارية. الشموع اليابانية الانعكاسية تحمل طابع عكس الاتجاه، بينما الشموع اليابانية الاستمرارية لها الطابع الاستمراري للاتجاه. الشموع اليابانية الانعكاسية تكون أكثر فاعلية في عكس الأسعار عند مناطق الدعم والمقاومة،
وعندنا الدوجي زي ما قلنا قبل كده بمختلف أنواعه، عبارة عن حيرة في السوق وبنكون محتاجين تأكيدات بعده عشان نتأكد إذا كان الاتجاه بعده انعكاسي أم استمراري. السلسلة الجديدة إن شاء الله هنتكلم فيها عن استخدام نماذج الشموع اليابانية في التحليل الفني الكلاسيكي، إزاي أنا هستخدم الشموع اليابانية والنماذج اللي درسناها مع الدعوم والمقاومات ومع خطوط الاتجاه ومع المؤشرات إلى غير ذلك. يعني أنا محتاج كل اللي أنا اتعلمته في نماذج الشموع اليابانية لو هتخصص في التداول باستخدام التحليل الكلاسيكي أو باستخدام الهارمونيك أو باستخدام موجات إليوت. مش هقدر أحدد بالظبط نوع التخصص اللي أنا هتخصص فيه واللي أنا هحلل على أساسه إلا إذا كان عندي معرفة تامة بجميع نماذج الشموع اليابانية، وهو ده السبب اللي خلاني أعمل هذا الكورس. هذا الكورس مقسم إلى مستويين، المستوى الأول للمبتدئين يشمل المحاضرات من 1 إلى 19، هتلاقيها كلها مجمعة في فيديو واحد تحت عنوان كورس السلموني المجاني المستوى الأول للمبتدئين، وكمان هتلاقي المحاضرات من 20 إلى 41 مجمعة كلها في فيديو واحد تحت عنوان كورس السلموني المجاني المستوى الثاني. إن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة سوف نبدأ في سلسلة جديدة تحت عنوان كيفية استخدام الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني في التداول. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الكورس، إلى أن ألقاكم في السلسلة القادمة إن شاء الله. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثنا على التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.